عيش سعيد لون حياتك بإيدك عيش سعيد وشوف اللي في إيدك عيش سعيد أملك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح 24 ساعة ليلي أو غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد الفل على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان يوم جديد من عيش سعيد كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لينا الفل عليك كل سنة طيبة وانت طيبة مثل الحلويات لا انا حاسة ان انت اللي باين عليك الحلويات يعني هسألك طبعا انت كلتي كام علبة حلاوة مولد بس خليني يعني باين عليا الحلويات قصدك ايه خدودك باين عليها الحلويات مورقة يعني حلوة ما شاء الله مساء الفل على كل الناس اللي بتشوفنا حلقة جديدة ويوم جديد من عيش سعيد والنهاردة حلقة غير طبعا كل سنة وانتم طيبين ومناسبة المولد النبوي الشريف والنهاردة حلقة مميزة جدا وان شاء الله تعجبكم فيها تفاصيل معينة وتفاصيل روحانية إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا النهاردة وهتعيشوا التفاصيل دي معانا بس خليني أقول لكم في الأول كده يا سهى هنتكلم في موضوع لذيذ بما أننا عيش سعيد وبنشجع دايما للسعادة والإيجابية والطاقة كده تكون حلوة في البيت في الشغل في أي مكان نكون فيه إزاي بنقدر نبقى سعادة طول الوقت طبعا يا جماعة مفيش سعادة مطلقة ولا في حاجة اسمها يعني طول الوقت نقدر نبقى سعادة بس بنعمل إيه عشان أغلب الوقت نقدر نحافظ على مودنا نكون على الاقل تمام الدنيا معانا بتمشي بنزق اليوم بشويه تفاصيل صغيره نقدر نعملها في البيت نقدر ان احنا نسعد نفسنا ونسعد اللي حوالينا ازاي بقى وايه التفاصيل دي ده اللي هنتكلم فيه النهارده يا سهى ونشوف راي الناس فيه موضوع لذيذ قوي وكمان هيكون معانا في الحلقه فقرات اللي احنا متعودين عليها العاب دمها خفيف والنهارده هننبسط ونتسلى بالعابنا دي واخبارنا ليها علاقه بالأبراج اللي احنا كلنا بنحبها وعندنا خبر تاني عن تحدي البصل تابعونا عشان تعرفوا ايه الأخبار دي وهيكون منورنا ضيوف طبعا في عيش سعيد في حلقتنا النهاردة في حلقة المولد النبوي الشريف المنشد أحمد صلاح والداعية الشاب إسلام شعيب هينورونا النهاردة في حلقتنا ودلوقتي بقى تعالي كده نتكلم شويه على حدود سهى اللي شويه وردت من الحلويات صح عايزه انت تنكشين عن حلاوه المولد يا ترى يا لينا ايه اكتر حاجه بتحبيها في حلويات المولد وطبعا ما فيش حد فينا ما دقش يعني حتى اللي بيقول لك لا اصل ماليش فيها على الاقل دقتها وحبيت حاجه ولا حاجتين منها لان فرايتي كتير اختيارات كتير قوي العلبه بتبقى فيها طبعاً اشكال والوان بصي يا سهى حلاوه المولد طبعا واحنا صغيرين ده ريتوال لازم يبقى موجود على طول ده طقس من الطقوس لازم اي بيت مصري اصيل يكون فيه العلبه بتاعت حلويات المولد سواء بقى بنحبها ما بنحبهاش لا هي لازم تكون موجوده ما تعرفيش ليه بس لازم تكون موجوده طبعا ما فيش حد من افراد الاسره هتلاقي واحد ما بيحبهاش اتنين ما بيحبهاش بس مستحيل تلاقي كل العيله ما بتحبهاش انا عن نفسي انا ماليش قوي في الـ في الـ في الـ في المكسرات فتلاقيني ماليش في حلويات المولد لانها اصلا نصها مكسرات الحاجه الوحيده اللي بحبها عشان انا بحب الفستق دي الحاجه الوحيده اللي هو اغلى حاجه في العلبه الفستقيه واللوزيه ممكن اخد حته يعني تمام بس اكل يعني حته لوحدي بار كامله لا بحس ان هو هدر كالوريز ممكن اخد بيها حاجه تانية بحبها عارفه الاحساس ده اكل بيها تشيز كيك مثلا او كريب بشوكولاته كده بلجيم شوكليت يا سلام لا ما اشتريتش انا ما اشتريتش اللي انت حلويات المولد قوي ها انا حلويات المولد بس يعني معلش انا فقريه شويه مش زي ايه اللي حصل احكي لي انا اكتر حاجه بحبها في حلويات المولد الحمصيه تخيلي ده انت اغرب واحده اسمع ان هي بتحب يعني الحمصيه دي عيني بيقعدوا تنمروا عليها لان هي اصلا لا ثانيه واحده في حمصيه اللي هي الساده في حمصيه اللي هي عيني اللي بيتنمروا عليها دي اللي هي بتبقى لونها ابيض كده وفيها كام حمصه دي لا مش دي عيني بيقولوا لك يعني لو انت ليه موجوده وسط العلبه عارفه اللي هو انت أيوة ليه ما حدش بيحبك يعني فعلا ما حدش بيحبها لا انا بحب الحمص اللي هي بلوكه حمص كده ملزق في بعضه يا سلام يا سلام ويجي بعديها الفول السوداني
اوكي انت بتحبي الفول السوداني. اوكي ويجي بقى بعديها الحاجات هي اسمها اللي... ايه اللي هي زي الجيلي شويه الملبن. الملبن ده بقى لا ماليش فيه الملبن خالص. انا بحب لونه وبحب ريحته. انت عارفه اقول لك حاجه ريحه حلويات المولد بحبها قوي يعني لما بشمها بتكون موجوده في البيت بتفكرني بايام المدرسه. كان لازم بابا يجيب لي عروسه المولد ومعاها الحلويات عروسه المولد دي كانت تجيب شوجر رش على طول يعني عروسه المولد بتاعت زمان بقى عارفه العروسه والحصان بتوع زمان. لا كان بيجيب لي عروسه ما بتتاكلش اللي هي العروسه نفسها بالفستان لا ده تطور بقى يعني ده الكلاسي شويه من عروسه المولد بجد والله. لا بس زمان زمان كانت العروسه دي بتتاكل كانت يعني بتبقى شكلها مشوه قوي مش تخيلي تاكلي دراع عروسه ليه يعني ليه طفله تاكل عروسه يعني فاهمه. والولد كان بيجي له حصان بس هو عباره عن سكر بس فانت طبعاً. عارفه اللي هو دي ما تاكلش وبعدين يا تاكلها يا تجيب نمل بسرعه عشان بسرعه عشان ما ينفعش تتساب في البيت عشان هتجيب لنا نمل دلوقتي هنقض علينا بالظبط. طيب خلينا بقى ناخد راي دكتور جيهان الدمرداش اخصائي تغذيه العلاجيه نتكلم معاها عن حلاوه المولد والسكريات وازاي نظبط الموضوع ده. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل عليكم. سمعنا بقى قاعدين نقول المكالمه دي هتزعل ناس كتير مننا قوي يا دكتور جيهان لان في توقعات في سقف توقعات يعني احنا جبنا العلب مش علبه احنا كمصريين بنجيب بالعشر علب مولد وفي حاجات بتجيلنا طبعا هدايا حاجات من الشغل فتلاقينا فتحنا العلب دي ونقعد نتسلق قدام مسلسل تسعه فده ايه؟ بيطلع على خدودنا بقى زي ما انت شايفه كده. هو بصي هو مفيش حد طبعا ما بيحبش حلاوه المولد ماشي فكبار او صغيرين طبعا بيحبوها. احنا مش هنقول ان احنا مش هناكل لكن هناكل بس يعني بطريقه معينه ومش كميات كبيره عشان الحلويات برضو كثرتها غلط. السكريات اللي فيها نسبه كبيره جدا سعراتها بتبقى عاليه فبتبقى غلط لينا. يعني مثلا لو احنا هناكل الحلويات يفضل ان ما ناكلهاش بالليل يفضل ناكلها بالنهار عشان تتحرق يعني على الاقل يبقى الكالوريز بتاعتها تتحرق مع المجهود اللي هنعمله مع المجهود والرياضه. لو احنا بذلنا مجهود كبير او روحنا مثلا بنمشي بنعمل رياضه بنعمل جيم باي حاجه من الكلام ده فهتحرق معانا تمام. وفي نفس الوقت لازم نشرب ميه كتير. يعني احنا لو اخذنا السكريات كميه سكريات مثلا احنا اخذنا حاجه من الحلويات دي لازم نشرب من 8 ل 10 كوبايات ميه في اليوم ويا ريت لو ازيد بس متقسمه على مدار اليوم أكيد. تمام عشان كميه السكر دي نوازنها شويه. طب دكتور عايزه حضرتك تقولي لنا ايه اكتر قطعه في علبه حلويات المولد فيها سعرات عاليه قوي واكتر قطعه اقل سعرات عشان برضو نبقى فاهمين ايه الاكستريم وايه القطع يعني الخطر قطع الخطر واكتر قطعه حنينه فيهم شويه. انا هقول لك على حاجه هو دلوقتي برضو مع الحاجات الجديده اللي بتظهر والاختراعات اللي هم بيعملوها فيها ففي قطع اصلا كانت سعراتها قليله وزادت تمام. يعني الملبن مثلا الملبن ده اكتر حاجه اذا كان ساده او محشي او كده دوت بيبقى نسبه سعرات فيه عاليه جدا تمام. اللوزيه او الفستقيه الحاجات ديت يعني متوسطه في حدود مثلا 550 سعر حراري لو 100 جرام مثلا. النوجة بقى دي خفيفه الفنصيه خفيفه الفوليه برضو خفيفه اللي هو في حدود 350 جرام سعر حراري قصدي 350 سعر حراري في 100 جرام. فاحنا لو هنقعد نقول ان كل حاجه فيها قد ايه ما هي برضو دي بتختلف على حسب الحجم والكميه اللي انت اكلتيها والمحتوى بتاعها. يعني في حاجات بتبقى مثلا مضاف معاها المكسرات دي بتقلل شويه من السكريات اللي فيها لكن اللي هي بتبقى حاجه زي الملبن كده اللي هي اصلا عباره عن سكر وتقيل هي سكر بس فلو ما فيهاش استفاده يعني فده بتبقى سعراته عاليه جدا صح يعني ممكن توصل مثلا القطعه اللي تاكليها مثلا ل 700 سعر ولا حاجه او 800 سعر كمان. فانا دايما اقول للناس لو انتوا هتاخدوا الحلويات خلوها بالنهار تشربوا ميه كويس خلال اليوم نمشي ونعمل رياضه لازم طبعا في اليوم اللي هناكل فيه حلويات وسكريات عاليه كده ان احنا مثلا بلاش ناكل اكله دسمه ناكل حاجات خفيفه وندخل الخضار في الاكل بتاعنا بحيث ان احنا نوازن الدنيا وما يكونش فيه سعرات عاليه قوي داخله مع السكريات. طب دكتور بالنسبه للكميات يعني هل في حد معين ان احنا ما اقولش بقى انا باكل اقل حاجات فيها سعرات حراريه زي مثلا انا قلت اكتر حاجه بحبها الحمص او الفول السوداني دي اقل سعرات بس الكميه بقى ما انا مش هقول انا باكل اكل خفيف فازود في الكميه بتاعته في يعني كمية يا دكتور اوقف من العلبه رقم كام يعني يا دكتور؟
العلبه رقم كام، لكن انا مثلا هو حلويات المولد ما يتقعد معانا مثلا بالعلب اللي احنا بنجيبها، طبعا الشعب المصري بيجيب كميات غير الهدايا اللي طبعا فانت هتقعد معاكي فتره، فانت حتى لو كل يوم اخذتي قطعه وقطعتين من حاجتين مختلفتين دي ما عنديش مشكله فيها، لكن مش رايحه الصبح باخد، الظهر راجعه بعد الغدا بحلي، بعد ايوه باخد احضن لا. العلبه واقعد بيها قدام المسلسل بالظبط كده، ده ما ينفعش اطلاقا، يعني ده ما ينفعش اطلاقا. طب دكتور، هل احنا ممكن نستبدل مثلا في يومنا العادي العسل بدل من السكر علشان يكون احنا بنقلل سكريات شويه، ولا شايفه هي في الاخر هي سكريات وداخله جسمنا؟ هو بصي، هو انا هقول لك على حاجه، هو بالنسبه لي العسل مفيد للمناعه، تمام؟ دي الفايده الاكثر بتاعته، وهو سعراته الحراريه اقل شويه من السكر، بس مش اقل كتير، يعني المعلقه الصغيره من العسل في حدود 16 سعر حراري، المعلقه الصغيره بتاعت السكر اللي هي بتاعت الشاي برضو نفس المقدار في حدود من 22 ل 25 سعر حراري، فاللي هو انت مش فارقه معاكي كتير، بس ممكن ان انت بتاخدي العسل ده اللي هو ايه كفايده، ايوه صح، المناعه فايدته اعلى، فايدته بس اعلى شويه، تمام؟ بس انا بالنسبه لي هو انا المهم ان ما اخدش اصلا نسبه سكريات كتير خلال اليوم، اذا كان سكر صريح او عسل، اي حاجه من الحاجات دي بتتحسب ان هي سكريات طبعا. طب دكتور، اضرار السكر ايه؟ لان احنا عايزين نوعي الناس، احنا شعب بيحب الاكل قوي، بيقدر الاكله الحلوه، وكل مناسباتنا يا سهى لازم يكون فيها وجبه تقيله زي الكحك والبيتيفور والبسكوت ومش عارفه اللحمه يعني احنا شعب بيحب الاكله الحلوه، فيعني ازاي ناخد من السكر اللي هو استفادتي ايه؟ مش استفاده لانه مفيش فايده، بس اللي هو ابقى اتغلب على الكريفنج بتاعتي، يعني اللي هو ابقى ساتسفايد، بس في نفس الوقت ما بقاش جيت على نفسي قوي في السكر اليومي اللي انا محتاجاه. ما هو بصي، انا مثلا السكر، نسبه السكر اليومي اللي انا المفروض ان انا بحتاجه في حدود كام؟ في حدود مثلا 25 جرام في اليوم ل 30 جرام، مش اكتر من كده. ده بيبقى في حدود قد ايه؟ ده اللي هو سكر صريح او سكر غير مباشر في اي حاجه بتاكليها. يعني ده مثلا في حدود من 6 ل 7 معالق سكر. بتاكليها بقى اذا كان في حاجه حلوه، او حتى حوادق، رز ومكرونه او مشروبات، اذا كان بقى اللي انت مثلا بتاخديها معلقه شاي، معلقه عصير، مش عارفه ايه الكلام ده، يعني السكريات عموما اللي بتزوديها برضو في المشروبات، فاهمه قصدي؟ فدلوقتي انا مش عايزه ازود نسبه السكر اللي انا باخدها، وفي نفس الوقت عشان انا جسمي، يعني المشكله ان انا برضو لما السكر يعلى، بالذات مرضى السكر بيبقى غلط جدا طبعا، وبيأثر على الكوليسترول وبيأثر على نسبه السكر في الدم. انا بالنسبه لي ما اكلش كمان حاجات دسمه مع الكلام ده، عشان الحاجات دي برضو هتأثر على الكوليسترول وهتأثر على نسبه السكر في الدم طبعا، وهتعلي الضغط، ممكن تسبب لي امراض قلب. فانا بحاول ان انا مش بحرم نفسي، ولكن باكل، يعني مثلا اليوم اللي اكلت فيه سكريات كتير، لا ناكل بقى اكل هيلثي، مثلا وجبه خفيفه ما فيهاش حاجه دسمه، بلاش مقليات، بلاش زيوت كتير، الكلام ده بحاول ان انا اظبط الدنيا، صح. لكن مش اعمل بالانس نفسي. اعمل بالانس بالظبط. طب واحرق السكريات دي ازاي؟ اسهل طريقه لحرق السكريات، خلاص انا يعني عملت الجريمه واكلت اللي انا عايزاه من العلبه اللذيذه بتاعت حلويات المولد، وعايزه بقى احاول يعني روشته سريعه كده او نصايح سريعه علشان كل اللي بيتفرجوا علينا يعملوا بعد ما ياكلوا علبه الحلويات يشوفوا هيعملوا ايه عشان يحرقوا السكريات دي. بصي، اهم حاجه نشرب ميه كويس جدا في اليوم ده. تاني حاجه ممكن نشرب مشروبات دافيه زي مثلا الشاي الاخضر، القرفه، البقدونس، البقدونس ونشربه، برده نفس الكلام، هيحرقوا الدهون وفي نفس الوقت هيثبتوا نسبه السكر في الدم، وهيساعدوا يعني ان المعده ترتاح كمان، علشان ايه؟ طبعا بعد السكريات الكتير دي طبعا، والرياضه طبعا لا غنى عنها، لازم الرياضه، ان احنا هنمشي، مش لازم جيم، ممكن نمشي نعمل تمارين في البيت، اي حاجه من الكلام ده، وما ناخدش زي ما قلت اكلات دسمه او مقليات في اليوم دوت، وناخد فاكهه اكتر، ناخد خضار، حاجات فيها الياف، فهتقلل معايا نسبه السكريات اللي عندي.
دكتور جيهان بنشكر حضرتك جدا، وحاضر هنلتزم بكل الكلام اللي حضرتك قلتيه. وفعلا دكتور جيهان قالت حاجه لطيفه جدا، ان احنا ناكل وما نحرمش نفسنا بس بالعقل، اللي هو مش معنى ان قدامنا حاجه حلوه لازم نخلصها كلها، ما تقعد معانا سنه هيحصل حاجه. طبعا النصيحه دي جت على هواكي قوي، ناكل وما نحرمش نفسنا. ايوه لا بصي اقول لك حاجه، انا من المدرسه دي يعني انا كنت زمان خلي بالك اللي بيخليني اتخن واخس كتير، انا دايما طول حياتي بعمل دايت، ان انا يا اعصر على نفسي قوي واحرم نفسي تماما فخس قوي، بعد كده اجي عند فتره لا انا عايز اكل الحاجات دي وحشتني، فتلاقيني كلت بشراهه فارجع اتخن تاني. وكل يوم بقى كل مره على نفس السايكل ده. فاحنا ما عندناش ثقافه البالانس، اللي هو طب ما اكل ايه المشكله، ما انا هتمرن بالليل، طب ما انا بكره هقفل بقي شويه، طب ما انا هخلي السكريات في الويكند، بس احنا ما عندناش ثقافه البالانس. بس انا بحاول دلوقتي اعمل ده. فكرتيني والله وانا طالعه الجيم في مره بطبق رز بلبن عليه قشطه من فوق. طب مش مكسوفه يعني؟ مش مكسوفه إيه بجد ده؟ قلت له انا هحرقه. ما انا هحرقه احرقه. انت محتاجه تهدي الجيم ده وتبنيه من الاول عشان تحرقيه دلوقتي ولا ايه يا باشا؟ لا وداخله بكل اريحيه يعني، انت اصلا يعني لا بس ساعات بيصعب عليا بعد التمرين، بعد كل المجهود الهلامي اللي انا عملته ده، اطلع اطلب جانك فود مثلا، انا بيصعب عليا. بتبقي بتتمرني سندوتش همبرجر. همبرجر ايوه دي دماغي عارفه، ده عقلي بس قلبي بيقول غير، انا تعبت. شويه فرايز كده حلوين. يا ساتر يا رب. جماعه انا بطالب بفاصل لو سمحتي بسرعه مش قادره اتنفس عارفه. اتفضلي خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. ما تكون بتسعى ورا حلم وتحقق نجاح او حلمك ده يتحقق او يحصل تطورات في حياتك بتبقى سعيد. لما تلبس البنطلون ويخش فيك من غير مش عارف يدخل كده، ده بيبقى سعيده قوي. دي بقى اللي مش مشاكل عالم تالت. لا عشان انت رفيعه وما عندكيش مشكله في الموضوع ده، فدي مشاكل تخص ناس ثانيه لو سمحتي. كم جاكيت موجود في الصوره انكلود اللي لابساه الست والولد؟ طيب 12 جاكيت. 11 سوري 11 غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال موضوع حلو قوي، قال تخففوا من الهموم ما استطعتم، يعني قد ما تقدر ما تشيلش هم كل حاجه. لفظ رهيب، تخففوا على قد ما تقدر، خف الحوارات الدوشه اللي جوه دي. واجعل همك الله، يعني خلي همك بس ان ربنا يكون معاك وانت يكون راضي عنك وتكون موصول بربنا. اللي يعمل ده بقى يا سيدنا النبي قال فمن فعل ذلك أتته الدنيا وهي راغمة، يجيب لك الدنيا تحت رجليك وغصب عنها. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. عنوان الفقرة دي يا جماعة خليك سعيد. بما اننا عايش سعيد لازم نتكلم عن السعادة. مفيش انسان اكيد طول الوقت حاسس بفرط سعادة وايجابية، وان ايه ده الله الحياة ليلو زبادي في الخلاط وكل حاجة تمام وما عنديش مشاكل. مفيش الكلام ده، بس خلينا متفقين والله انا معاكم، في مشاكل، في ضغوطات، في حد منغص عليك عيشتك، في حاجات مضايقاك، عليك اقساط، كلنا هذا الشخص، عليك ضغوطات، في حاجات بتضايقك، في حاجات بتعكر مزاجك في اليوم. بس يا جماعة على الناحية التانية في حاجات بسيطة وجميلة ومش مكلفة خالص ممكن نعملها في حياتنا او نعملها في يومنا، فنمشي اليوم، نزق اليوم، نعديه. والله يا جماعة اللي عايز السعادة بيلاقيها، اللي عايز النكد بيلاقيه، اللي عايز يعيش دايما في دور الضحية وانا الحياة جاية عليا والكل جاي عليا هيعيش في المود ده. انت اللي بتختار انت عايز ايه. النهاردة بقى انا وسهى وحضراتكم وكمان الناس في الشارع هناخد رأيها ونتكلم عن ايه الحاجات البسيطة اللذيذة اللي مش مكلفة خالص ونقدر نعملها في يومنا وفي نفس الوقت تحسسنا بالسعادة. يعني مثلا لو ما عملنا كده طبق فشار حلو وتلمينا احنا كعيلة على فيلم كوميدي او مسلسل لذيذ كلنا بنتابعه، ونقعد بقى ايه كل واحد يطلع المحلل اللي جواه ونقعد نتناقش في الموضوع، بالله عليكم مش بتتبسطوا ولا لا؟ لما مثلا بتبقي في واحدة صاحبتك وحشاكي وبقالك كتير قوي ما شفتيهاش، تروحوا عاملين كوبايتين شاي كده عندك في البلكونة وتشربوا الكوبايتين شاي مع حتتين كيك كده والكلام يجيب بعضه وبتبقى قاعدة لطيفة وحلوة. لما ننزل كده نعدي بالعربية ونسمع اغاني
بنحبها ونقعد نلفلف كده شويه بالعربيه وتجيبي لك كوبايه عصير ولا لا شويه قهوه لا كده. لا مش قادره اكمل كلام معاكي في القصه دي لان انت كل حاجه هتقوليها كل مثل قالته حطت فيه حته اكل يعني قالت لك الموفي نايت عملت معاه فشار القعده هي وصاحبتها عملت معاها كيكه وكوبايه شاي اللف طبيعي. بالعربيه نشرب قهوه ونلف وايه يا لينا طب مش الاكل سعاده هو الاكل سعاده بالله عليكي بالله عليا بصي في عيني كده طالما بصي في عيني هتلاقي فيه حله محشي دي حله كرومبو ودي حله ورق عنب هو الاكل سعاده طبعا وهو مرتبط بمناسباتنا كلها بس في حاجات حتى من غير اكل يا ستي التمشيه مع حد إيه؟ انت بترتاحي ما معاه ما هنتمشى واحنا في ايدينا سندوتشات كبده واحنا في ايدينا سندوتشات فراخ بانيه لكن نمشي بلوشي كده على رجلينا هنسلي بقنا بايه انا مش فاهمه يا ستي سلطه سليه بالكلام اكل صحي ما هو الكلام بيحلو مع القعده والاكل وكده والله يا سهى الدراسات توصلت لك في دراسه انا عملتها بتقول ان الاكل هو والسعاده اخوات كده حبايب شقيه اه والله طب بصي بقى انا من اكتر الحاجات اللي بتسعدني وبسيطه جدا ان انا الف بالعربيه ويا سلام يا حبذا لو كان معايا حد من صحابي بحبه جدا ونقعد نرغي ما عنديش مانع والله ان احنا نجيب كوبايتين شاي من اي انا بحب العربيات اللي هي بتعمل المشاريع اللي هي بتبقى فاتحه شنطه العربيه وبتعمل لك شاي وكابتشينو وحاجات كده مفيش مانع ان انت تجيبي منها كوبايه شاي كده وتتمشي بالعربيه او تركيني في حته كده اتفقنا اهو لذيذه وكل حاجه بس لا انت دخلتنا الاكل ست الكل في كل حاجه ما انا والله ما قلت مشاريب على فكره مش قصدي ليه مش قصدي كان في كيكه وكان في كان في كيكه بس اقول لك على حاجه عشان ده طقس معترف بيه عندنا واحنا يعني صغيرين كانت لازم الامهات بتعمل حاجه حلوه في البيت يعني دي حاجه يعني دلوقتي طبعا احنا بقينا ابلكيشن تك 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 يجيب على البيت لكن زمان الامهات كانت لازم على الغدا عشان انا بتعمل في الحلويات ما كانتش شاطره بجد فيمكن مش متعوده على لا بس الكيكه دي بيزك يعني موجوده في كل بيت مصري اصيل الكيكه دي معروفه بس مش بتظبط كل مره يعني عارفه الكيكه دي مش لا سيبنا بقى موضوع السعاده وماسكين في طنط اللي ما بتعملش حاجات حلوه يعني الست كبرتك وخلتك عروسه ما شاء الله كبيره طول بعرض بوزيعه وماسكه لها الكيكه اللي مش عارفه تظبطها مش معقوله يا سهى استخدموا بيكنج باودر عدل يا حبيبتي يعني مشاكل عالم ثالث يعني طيب ايه كمان اللي يقدر يسعدنا ومش لازم يكون مكلف يعني مش عايزين في ناس على فكره مرتبطه تفكيرها اذا انا ببقى سعيد لازم اسهر في المكان اللي ب 15000 مليون جنيه في السهره او لازم اركب العربيه اللي بدشليون جنيه مش شرط على فكره انت ممكن والله العظيم مش مثاليه يعني مش مثاليه ولا اي حاجه بس عادي ممكن تطلعي من السهره اللي برقم هلامي ده وانت مش مبسوطه عادي لا بتحصل لنا على فكره لو كلنا هنا يعني لو البال مش رايق لو عملتي ايه مش هتنبسطي يا سلام هنا حلوه البال مش رايق دي مش هتتبسطي والله ما انا بقول لك انا متفق معاكي على كده ياما اعياد ميلاد اتعزمنا عليها او خطوبات او اوتنجز يعني زي ما احنا بنقول ورحتي وده كعيتي وكعيتي الكعه الحلوه وفي الاخر لو ابتسمت الضيوف دي ومشيتي ومش مبسوطه فهي ملهاش علاقه يعني انا بحس الفلوس ملهاش علاقه بالسعاده طبعا الفلوس مهمه عشان ما حدش يقول لي يعني انت لو جالك دلوقتي مليون جنيه مش هتتبسطي لا هتبسط بس هي مش المين ريزن اللي يخليني مبسوطه يعني الفلوس مش كل حاجه انت عارفه من الحاجات برضو اللي بتبسط ايه عادات العيله بقى لما يبتدوا يتكلموا على زمان شفتوا دي كانت بتقول ايه مش زمان مش كلها يعني ليه انا بقول لك الحقيقه انا مش مثاليه بيبقى فيها سن التنمر لا بيبقى في ساعات بيبقى ذكريات كده اللي هو فاكر انت عملت ايه دي بقى سمعتها 20000 مره فاللي هو طنط بتحكيها المره دي شليون فبكون لا دي مش بتسعدني يعني دي خلاص ببقى ليه يا كئيبي عدو الفرحه مش قادره مش في حاجه تانية بتبسطني ما انا عايزه اقول لك انا بحب جدا لما احس ان انا ساعدت حد مثلا دي حاجه بتبسطني جدا بحس ان ام فل يعني ان انا حد كان محتاج مساعدتي النهارده في حاجه بالذات الغريب بحس ان انا مبسوطه بحسها راضيه لما احس مثلا ان عيلتي تمام بخير بيضحكوا بص لما ادخل البيت واقول سلام عليكم اليوم بيضحكوا اقسم بالله سهى دي احلى لحظه في حياتي اللي هو ايه ده انتوا تمام مفيش حد تعبان مفيش حد عيان محدش بيشتكي دي اسعد حاجه في الدنيا يعني لما عيلتي تكون بخير يعني فاهمه قصدي ولما تحقق نجاح برضو لما تكون بتسعى ورا حلم وتحقق نجاح او حلمك ده يتحقق او يحصل تطورات في حياتك بتبقى سعيد
لما تلبس البنطلون ويخش فيك من غير مش عارف يدخل كده، ده بيبقى سعيده قوي. دي بقى اللي مش مشاكل عالم تاني. لا عشان انت رفيعه ما عندكيش مشكله في الموضوع ده، فدي مشاكل تخص ناس تانية لو سمحتي ما تستهتريش بيها. لان في ناس، انت عارفه ان في ناس ما بتخرجش وما بتنزلش بسبب ان اللبسها ما بقاش يدخل فيها، وفي ناس ما بتخرجش وما بتنزلش بسبب ان اللبسها وسع عليها وبقى يقع منها. ايه ده؟ لا انت كنت تضايقيه، ليه حل؟ لكن اللي ما بيدخلش ده اعمل فيه ايه يعني؟ هنزل اجيب بداله؟ لا بصي ما تحاوليش تشوفي مبرر، انتوا مبسوطين. انتوا في عز، انتوا عايشين في نعيم يا حبيبتي الرفيعين دول. طب ما تيجي نشوف الناس في الشارع بيقولوا ايه عن السعاده وايه الحاجات اللي ممكن تبسطهم. كتير قالت حظ، ناس كتير قالت حب، ناس كتير برضو قالت فلوس. ف انا اقول حظ. انت حظ؟ لا انا حب. ما هو هنا بقى كل واحد بيغني على ليلى. ما هو حظك حلو هيقع قدامك. لا ملهاش علاقه، ممكن يبقى حظك حلو ليك انت مش للانسان الصح. انا بحس بالحب، عارف اللي هو كله بيجي بالحب. انا مع المثل ده جدا، اللي هو انا لو حاسه ان انا بحب ومحبوبه باك يعني، واللي حواليا بيحبوني وانا بحب اللي حواليا، الحظ هيجي لي، وفي نفس الوقت الفلوس هتجي لي، كل حاجه بتيجي بعدين. لكن الحب هو اهم حاجه، بالحب هتكملي، بالكلام الحلو هتكملي، بالناس اللي حواليك هتكملي، لكن الحظ مش هخدمك على طول. هنا في حد بعت لي معايا، بعت لك معايا فلوس، كنت عايزاها ولا هتكملي؟ ايه ده؟ فين حب؟ حب مين؟ حب حب ايه اللي انت جاي تقول عليها؟ كان في فلوس مبعوته لك حضرتك معايا. لا حب كام؟ قال كام؟ 2 مليون. حب ايه ده؟ نمر غلط يا عماد. بعد ما بديها ثانية فلوس. لا بس والله بجد انا اختار حب. بس هو الحظ الحلو هيجيب الاثنين. لا مش شرط. هيبقى حظك حلو في الحب، وهيبقى حظك حلو في الشغل، وهيبقى حظك حلو في كل حاجة هتمشي بيها بالحظ. ومين قالك ممكن يكون الحظ شغال في حتة واحدة بس؟ لا ما هو انا اخترت حظ، كله حظ. فهيبقى حظك حلو بقى في اختياراتك، مش هتبقى مدمرة حياتك ولا حاجة، هتبقى كالعادة كل حاجة حلوة. حظك في صحابك حلو، حظك في حياتك حلو، فالحظ هو. ما هي الحب دكي. كل اللي حواليا بيحبوني، فاقدر بقى ابقى محظوظة. ما انا محظوظة بحب الناس. ايه ده؟ في حد قال لك الكلام ده؟ لا انا بقول. ما هو خلي بالك الحب ده حظ، فاهمه؟ طيب قصدي؟ ماشي. والحب ده هتمشي بيه شغلك؟ ايه ده بي... يا ماشي كله ماشي بالحب. ما انا بقول لك كله بالحب، كله بالحنيه بيفك. طب ويعني انت دلوقتي لو عايزه تشتري حاجه غاليه قوي، عايزه تشتري عربيه مثلا، تروحي تقولي له صباح الفل بقى اديك شويه حب تديها ولا ايه؟ طب ما هو الحظ هيجيب لك عربيه يعني؟ فجاه هتمشي تلاقي قدامك شنطه بمليون دولار. لا هيجيب لك تجيبي بيها الشنطه العربيه. على فكره ده وارد. ماشي يعني. ده وارد. لا معلش الشنطه اللي هتلاقيها في الشارع. لا الحظ هيجيب لي شغل هايل، هبقى هجيب فلوس كتير، هجيب عربيه. ياه بقول لك ايه، الحظ ده ممكن يخليني اكسب مسابقه اصلا، تطلع لي في الشوكولاته وكسبت. لا الشوكولاته بتكسب ذهب والماس، مش بتكسب فلوس. انت بتتابعي الشوكولاته الغلط. في عربيات. لا انا حب برضو. حب مصممه. خلي الناس تحب. يا ايه يا لينا، انا مش شايفاكي كده، مش قادره خالص. او ممكن اختار الضحك يعني، تصدقي بقى حاجه رابعه يعني. الناس كلها قالت فلوس وحظ، انا بحب المرح والفرح يعني. انا بالنسبه لي ان انا ابقى سعيده مبسوطه وبضحك، باشا انا تمام، انا فلتين الفله والله. بس في الاخر السعاده زي ما قلنا قرار، انت مقرر تبقى سعيد هتبقى سعيد. مش مقرر ان انت تبقى سعيد تنكد على حياتك وتقعد تفكر بس في السلبيات اللي في حياتك وسايب الايجابيات ومركز بس في ان انا ما عنديش ولا ما عملتش ولا، وانا مش زي فلان وعلان بس انت كده هتفضل مكمل زي ما انت كئيب تعيس زعلان فقير حزين. ما خلي بالك والله التعاسه دي. ايوه التعاسه دي بتجيب الفقر، عارفه زي ما زمان كانوا بيقولوا لنا جداتنا النكد ده بيجيب الفقر. هو بيجيب الفقر والله يعني. ده حقيقي. ما حد على فكره، حتى لو انت فظيعه وبتنوري في الضلمه وكئيبه ورخمه، ما حدش هيقرب لك يعني، خلي بالك. لكن يعني لو انت مقرر ان انت تبقى سعيد، هتنبسط بابسط الحاجات اللي عندك، هتنبسط بقعده مع اصحاب. قعده ايه؟ ان الشباب، انا وانا بتمشى بالعربيه والاقي الشباب اللي واقفه فطسانين على روحهم من الضحك، بيبقوا كده واقفين على شكل دايرة كده، واقفين يتكلموا مع بعض، دول في قمة السعادة ما شاء الله عليهم يعني.
ده لوحده سعاده. هم لا مكلفين بعض اي حاجه، واقفين مع بعض، بيحبوا بعض، بيستمتعوا باللحظه، بيعملوا ذكريات بابسط الحاجات من غير تعقيد ومن غير اماكن فاخره قاعدين فيها ولا اي حاجه. بابسط حاجه هم مبسوطين. بص بقى للحاجات الصغيره اللي بتبسطك دي، وما تركزش مع المشاكل، وما تركزش مع ايه اللي ممكن ينكد عليك، ما تركزش في التفاصيل، عديها وكبر دماغك. اللي يعرف تعديه عديه علشان الحياه تمشي. زق معايا اليوم بالبلدي كده، زق معايا اليوم، زق معايا اليوم يا باشا، عشان اليوم يمشي ويبقى كده زبادي. عشان في حاجات كتير قوي تانية بتنكد علينا، فما نركزش بقى في الحاجات التفاصيل الصغيره دي ونعدي، طالما من في ناس حوالينا وبيحبونا. زي ما لينا قالت، الحب حاجه مهمه، انا كنت بهزر معاها. طالما في ناس بيحبونا وبيزقوا معانا اليوم، واقفين معانا، واقفين في ظهرنا، مش لازم نقف لهم على الوحده، ومش لازم نمسك في التفاصيل الصغيره اللي تنكد علينا عيشتنا. خلينا نركز بس في الايجابيات، ونشوف الحاجات اللي بتبسطنا مع الناس اللي احنا بنحبها. طيب يا سهى، بعد الكلام اللي انت قلتيه ده، ما ينفعش اتكلم بعديكي، يعني انا ما ينفعش اعلي عليكي، لان انت جبتي الكلام من اخره وسقفه، جبتي سقفه، جبتي درافه. عارفه الفيديو بتاع قلبي يا قلبي قلبي يا قلبي، حبي يا حبي، عايزاه جريء ولا بترتر؟ نروح لفاصل ونرجع تاني على طول، خليكوا معانا، وان شاء الله الحلقه تعجبكم النهارده. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. ودلوقتي بقى فقرتنا اللي بنلعب فيها وبنعرف الاخبار اللي بنلف العالم زي ما قلنا لكم علشان نلاقيها. وجاهزه يا لولو عشان تلعبي؟ جاهزه يا حاجه، جاهزه يا معاكي. يلا يلا نبدا باول لعبه مع لينا. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ايه ده، هو لسه اصلا ما اتحطتش وانت بتقولي؟ انا والله العظيم طلعت اتنين. التيشيرت الخطوط اللي على الكم مش موجوده هناك. ماشي، ها، حلو الكلام، حلو الكلام. ثانيه واحده. لا لا لا، دي سهله قوي. ممكن تسكتي يا سوا، انت بتشتتيني بجد. اسكتي، اعملي كاونت داون كمان شويه. بس يا حبيبتي. ثانية واحدة. لا لا، سهلين قوي، مش قادرة. هما ثلاثة؟ ثلاثة. التلاجة عادية، مفيش حاجة. لا، التلاجة في المثلث والمربع، صح؟ التلاجة من فوق، الفريزر في مشكلة. في مشكلة في الفريزر؟ لا، مفيش مشكلة. تمام، شغال تمام، الفريون تمام، وكل حاجة تمام. استني، والله اتحسدت، أنا كنت شغالة كويس الحلقات اللي فاتت. كاونت داون. لا استني، شفتي اللي بتقولي؟ هما اللي بيقولوا. ايه ده بجد، مش عارفه والله العظيم. ده انت هتديكي وقت اكتر منه يا شيخه. خليكي. يلا نشوف الاجابات. يلا بينا. مقبض التلاجه وتيشرت الخط الثاني. ايه ده، ايه بقى بجد، ده مش شايفاه والله العظيم. بالله عليك يا شيخ، اخسى علي يا جماعه، معلش بس انا جعانه يعني. ما شايفه ليه بجي على لعب بجوع يعني، ببقى بلاقيها كويسه وشغاله كويس وبقول يعني. طب افتحي الثلاجه شوفي ايه. قال لك الفريزر. لا لا يا لهوي، لا يا جماعه بسرعه، ستوب بالله، ما عارفه، ستوب بالله، ستوب بالله، مش عايزه العب، اتقفلت خلاص. يلا اللي بعدها. عندك ايه تاني؟ ركزي يا ست الكل عشان نشيل الصورة دي. يا نهار الوان يعني، بصي انا حاسه ان انا هفشل في البتاع دي. يلا اظن حلوه الحركه دي، بحس اني ساحره. ساحره ولا مش ساحره؟ ولا ساحره. طيب يا لينا، انا هجود على السؤال. لا لو سمحت قولي اللي مكتوب لك وما تقعديش تهزي. كم جاكيت موجود في الصوره، انكلود اللي لابساه الست والولد؟ طيب 12 جاكيت. 11. سوري، 11. غلط. ايه ده، ايه ده، يعني فرقت ايه؟ معلش يعني في ايه؟ لون اخر جاكيت. إيه متعلق؟ اخر جاكيت من يمين ولا من الشمال؟ من الشمال. من لا كده يمين، يمينك انت. في اخر الستاند كان ازرق. صح. الرقم المكتوب على التيشيرت بتاعت الولد وكان عليه رقم؟
هو كان لابس تي شيرت. فين الولد اصلا؟ 18 بقى. لولي انت اللي كسرتي الفازه. 18 طب ما تديني اختيارات بجد. زقي معايا الحلقه عاملين نتكلم ان احنا بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا ونحب بعض. 8 9 10 9 صح. لا ما ت... لا مش عايزه احتفالات، مش عايزه احتفالات عشان احنا واقعين. احنا ضايعين، احنا في خطر. طيب انا خلصت، نشوف بقى الاستاذه هتعمل ايه اللي عماله تشتري وتبيع فيا دي. يلا بينا. وجدلت لولي اهي سكيرت طويله سكيرت قصيره وكامر سهله اسهل من حياتي. ما تهزريش بقى. ما تهزرش ايه واضحه البنوته الحلوه دي. نشوف فيها حاجه، عينيها شعرها تمام، ورد فستانها في مكانه ماشي، الشوز هي هي. هنا الشوز زي ما هي. عايز اقول لك حاجه ان هم خمس اختلافات. لا 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 ايه الهزار، هو كده ما هي سهولتها في صعوبتها. سهولتها في صعوبتها ايه؟ بتهزروا يعني هي ثلاثه وانا خمسه ليه؟ هو اصلا راس الراجل ده غير راس الراجل ده مبدئيا كده. ماشي والله ده اختلاف عندك ولا مش اختلاف؟ لا مالهاش علاقه براسه، ركزي في حاجه تانية غير راسه يعني. واضحه اوضح من راسه. هنا عنده خدود وهنا ما عندوش. ايه يا حبيبتي؟ لا بجد انت مش شايفه شعره؟ قصه شعره مختلفه. أيوة. لا بس هنا بخدود والله وهنا من غير. يا ستي انت هتحسبي عليه الاكل. يلا طيب ماشي، ادي شعر الراجل هنا وسكريت فيه حاجه واضحه قوي، حاجتين واضحين. الولد الولد هنا متختخ شويه، كان تخين. سيب بالك باوزانهم. ممكن تسمحي تسكتي، عارفه لو تسمحي تسكتي. جماعه تعالوا نشوف الفروق لان هي اسهل من السهوله وهي رايحه على الحاجات الصعبه ومنقياها. انت بتموتي في الصعب، اتفضلي. شعره، وضع ايده. ايه وضع ايده دي؟ اه ماشي. ايده دي بعيده ودي. الولد قياس التيشيرت مختلف. ايوه ما هي دي اللي انا قلت التخين. هي يبقى مالهاش علاقه بالتخين، ما بنقولش تخين، احنا في حلقات تنمر بنعملها ما ينفعش ان احنا نقول كده. يعني رسمه الورده مختلفه. البنت هنا بصي، طب على فكره انا طلعت ثلاث اختلافات. لا انت قلتي السكيرت وقلتي شعره وقلت شعره وقلت الولد من هنا التيشيرت. لا قلتي الولد ده تخين كده ليه وهنا رفيع، ما قلتيش قياس التيشيرت. لو سمحتي ما كنتيش محدده وكنتي متنمره. قياس التيشيرت قياس التيشيرت مش مظبوط، او التيشيرت عموما حتى الدرجات مختلفه على فكره لو ركزتي. اخضرات مختلفه. هي الورده دي معرفش ازاي فلتت مني صح، عشان مش مركزه عماله تفكري في حلاوه المولد اللي عايزه تضربيها بعد الحلقه فما بقتش مركزه. طيب يا جماعه شكرا، نشوف اللي بعده. على فكره وشه والله العظيم. نشوف اللعبه الثانيه. ركزي يا سهى. كوبايتين اكس او، موز، انواع حاجات تانية، ورق مكتوب عليها حاجة، ثلاث برتقانات يعني برتقانتين مقطوعين، واحدة بتتعصر وبرتقانتين تانيين. سهلة قوي الصورة دي، هي اسهل من السهولة. انا شايفه كفايه كده يا جماعه لو سمحتوا عشان ده قوه ملاحظه، المفروض نلمحها الصوره وبعد كده تلمحي كده وخلاص. 9 10 11 عايزه توتريني بسرعه. شفتي المسلسل امبارح بتاع كريستال؟ عايزه اشتتها. طيب كان في حرفين موجودين على الصوره. ايه اللي انت بتقولي؟ لا منتهى السهوله. ده عربي ولا انجليزي؟ الحروف اللي موجوده على الثلاجه ايه؟ الثلاجه سوري. اكس او. اكس او ماشي. كان في كام نص برتقاله في الصوره؟ ثلاثة لا أربعة سوري، في واحدة بتتعصر وثلاثة محطوطين على الترابيزة. لون البيكلي بتاعت البنوتة اللي كانت قاعدة. برافو بنتنا مركزة وبنتنا شاطرة وما تشتتتش. طيب عندنا أخبار، أنت عندك خبر قولي لي كده الهيدلاين إيه؟ بصل. بصل أنا أبراج. لا اتفضلي. أنا هتحسي باللي أنا لابساه ده عالمة أبراج أوي. طيب طبعًا مع دخول المدارس ويعني أستاذة سهى من ضحايا دخول المدارس طبعًا والسبلايز. أم من الأمهات. ضحايا السبلايز. ضحايا السبلايز، ما هو أصلًا خبر ليه علاقة بالسبلايز. إحنا بقى هنتكلم عن
الاكثر الابراج الغير ملتزمه بالسبلايز، يعني ابراج الامهات او البيرنتس يعني اولياء الامور اللي غير مهتمين قوي بامور السبلايز والكلام ده. انا اسمي مكتوب؟ اه انت اول واحده اصلا. السرطان اول حاجه، برج السرطان. بيقول لك رغم ان مواليد برج السرطان حساس جدا من ناحيه المسؤوليه ومن اكتر فعلا الابراج المسؤوله، وبيعتبروا كمان بيقول لك من الاباء والامهات المثاليه من برج السرطان. طبعا يعني ايه اللي طبعا وبتهرشي في شعرك؟ ايه الثقه دي جايباها منين؟ لا جايباها منين؟ الا ان امهات برج السرطان في بعض الاحيان بيحتاجوا عشان يدبروا الامور اكثر زياده عن اللزوم، يعني انت كده على فكره. بس بيقول لك في السبلايز يعني بيقرروا يشتروها مره واحده، هي خلاص مره واحده وعيشوا عليها بقى. انا مش كل شويه هقعد اجيب، وهو مره واحده اجيب اللوكشه زي ما بيقولوا وبجيب بزياده، يعني يكتبوا مثلا بوكس لام هات 2 بوكس عشان ما تقرفوناش. ما لو ملول فاللي هو انا هجيب لك اخري عشان اخلص. تاني برج هو برج الجدي. امهات برج الجدي بتبقى حريصه شويه وبتبقى عايزه توفر، يعني هي مدبره موفره، فبرضو ما بتجيبش الحاجات مرميه كده على طول، لا بتجيب بعقل جدا، وساعات في حاجات اللي بتلاقيها مش ضروريه بتسكبها اصلا. تالت برج معانا هو ستات برج او امهات برج القوس، عشان هم عندهم اولويات عائليه بيشوفوها اهم، يعني هي تلاقيها اهتمت باليونيفورم قوي، بشكل الولد، باللانش بوكس، الحاجات اللي عشان هو اولويه ان هو ياكل اكل نظيف، بوكس نظيف، اولويه ان هو يشرب ميه تبقى برده زمزميه جديده ونظيفه، اولويه ان الشنطه تكون احسن، بس ما بيشغلهاش جو السبلايز. يقول لك لا في اولويات، يعني ست برج القوس بتحس ان في حاجات اهم من حاجات. اخر برج هو برج الدلو. انا لسه يا جماعه والله ما جبتش سبلايز، بس يعني هشوف المستقبل مخبي لي ايه. بيقول لك امهات برج الدلو مشهورين بطبعهم المستقل المتطلع للمستقبل. انا مش معاهم في الموضوع ده، بس اوكي. ورغبتهم في تحدي كل شيء مفروض عليهم، وطبعا بيسعوا الى الابتكار، هما بارعات في صنع الاشياء يدويا. يعني ست برج الدلو بتفضل تقول لك ايه سبلايز، عارف لو لما ماما تعمل السبلايز في البيت هو كده، يعني ست برج الدلو بتحب هي تبتكر من الحاجات اللي في البيت تعمل لك حاجات، اللي هو ايه ده ما احنا عندنا الا ما هي اهو ده شغال، ده حلو، ده عندنا ازرق، وتلاقيها جابت مش عارفه من الدراج ايه انا على فكره انا كده بجد اللي هو بتصرف يعني ايه ده عايزين كراسه. طب انا كان عندي واحده فيها صفحتين، طلعت جديده خدها هي بقت جديده. انا كده جدا بقى جدا اللي هو بتصرف، مش لازم انزل اشتري. بصي بقعد انزل اشتري في الهيافات واجي عند الحاجات اللي هي المهمه دي، ايه ده هتصرف ما في البيت فيه. لا انا بقول لك انا بشبط بقى وانا بشتري السبلايز في حاجات ليا، شيء مقالم بقى والحاجات دي انا احب قوي. قلم بابي يعمل صوت مثلا، والقلم اللي هو بتاخديه من فوق لتحت ده، عارفه السنون بتاع زمان. السنون ده كان قديم قوي. موجود اه موجود، وبقى في الوان ماركرز بقى وكده. باب كام ده يا اختي؟ والله موجود. باب كام ابو السنون ده؟ ده يوم ما بمعظم قوي كنت بدفع فيهم في المكتبه 2 جنيه ولا حاجه كده. لا دلوقتي ينفع ما جاوبش بصوت منى زكي اي حاجه. طيب انا الخبر اللي معايا عن بصله. بصلة؟ بصلة بجد. دي بطلة الخبر؟ بطلة الخبر هي بصلة. في مسابقة اللي هي بنكسر الرقم القياسي، ففي متسابق دخل المسابقة دي ببصلة وزنها 9 كيلو جرام. يعني وفعلا تم تقطيعها في المسابقة دي، وما طبعا اكيد ابكت الملايين. لسه كنت اقول لك هي ما حدش عارف يمسك دموعه بسبب البصلة اللي كان وزنها 9 كيلو جرام. انا مش يعني مش عارفه اقول لكم يعني قد ايه ده. عارفه البصل القورمه الصغننه دي؟ لا 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 بهدلني اقسم بالله الجيران كلها. انا مره طلعت متشحتفه في البسطه، وعارفه اللي هو مش قادره في طرقه البيت. ودي من بصله قد قورمه اللي هي الصغنونه دي اللي هي بتبقى بترمي منها 20 واحده. ايوه اللي هو اصلا ما بنقطعهاش، احنا بنسيبها كده عشان هي غلبانه الطبيعه، بنحطها دي بتبهدلني. يعني دي بتخليني ابقى بحاله مزريه، فاهمه؟ المسابقه دي كان فيها تحطيم ارقام قياسيه لحاجات كتير من الحاجات المزروعه، زي مثلا كان في اكبر كوسايه، كان في اكبر خصايه، كان في يعني كل حاجه. هو معرض معرض الزهور، وهو كان في كل المزارعين جايبين اكبر حاجه من اللي زرعوها، فاللي فاز بيها هو صاحب البصله ذات الوزن 9 كيلو جرام، ودي كانت كسرت الرقم القياسي، وحكام المسابقه انبهروا بيها طبعا بعد ما اتقطعت وعيطت الملايين زي ما قلنا. دي جامده جدا. انا عاجبني ان في مسابقات بتحصل لحاجات غير متوقعه، اللي هو مش لازم مسابقات اشطر شطور، اشطر واحد بيجري، اشطر واحد بيسوق عجل، اشطر واحد بيسوق عربيه،
تمام. مسابقه قايمه على اشطر شطور دي اللي هو مش لازم كليشيهات المسابقات، في حاجات تانية لذيذة يعني. لو أكبر بصلة دي جامد جدا يعني، حلوة يعني، عجبتني المسابقة. أيوة فعلا والله، اسم المزارعين بيبقوا هم بيهتموا بالزرع كأنه زي عيالهم كده. أيوة. بيكبروه وبيهتموا بالتفاصيل بتاعة الزراعة. فهو عمل دخل مسابقة ببصلة 9 كيلو جرام. انت ايه ده؟ ده عظمة، عظمة على عظمة. بس كده كده اخبار لذيذه وممتعه. انا بقى يا سهى متحمسه جدا ان احنا نروح من الجانب الثاني من الحلقه، واوعدكم ان هو هيبقى جانب لطيف جدا وروحاني وفي كلام حلو قوي من القلب تستمتعوا بيه ان شاء الله. خليكم معانا، ما تروحوش في اي مكان، ويلا بينا فاصل ونرجع تاني. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، وزي ما وعدناكم النهارده الحلقه مميزه جدا جدا، لان ضيوفنا النهارده هيبقوا مختلفين ومميزين، وده طبعا احتفالا بمناسبه يعني مهمه جدا وخاصه جدا في قلوب كل المصريين، وهو المولد النبوي الشريف. طبعا بمناسبه المولد النبوي الشريف النهارده لازم ما نعديش اليوم ده غير ما نتكلم عن اخلاق سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونقتدي بيه وازاي كان بيتعامل في مواقف كتيرة قوي عدت بحياته ولازم نقتدي فيه بيها، وتصرفاته كانت عاملة ازاي كان بيتعامل مع الناس المسيئة اليه، طب ازاي في الظروف في أضيق الظروف او في الظروف الصعبة كان بيتعامل ازاي. ده طبعا هنعرفه بطريقة بسيطة ومن خلال قصص جميلة، وهتأثر فينا اكيد كلنا، وهنستفيد منها من الداعية الشاب الاسلامي اللي منورنا النهاردة، اسلام شعيب. ازيك يا اسلام؟ اهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب. الحمد لله وانتم طيبين يا رب. في البداية إسلام عايزين نتعرف عليك. طبعا أنت اللوك مختلف شوية عن لوك الداعية الإسلامي، تمام. فإحنا عايزين نتعرف عليك، أنت دارس إيه؟ خريج إيه؟ بتشتغل إيه؟ ولا هل ده شغلك الأساسي؟ وبعدين بقى نتكلم على تفاصيل اللي إحنا استغربناها شوية وأنت دارس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبه للدراسه، اصلا خريج كليه الدعوه والثقافه الاسلاميه دي جامعه الازهر، كنت امام وخطيب، وبعدها نعيش ايه للنفس البشريه من خلال ان انا درست الدعوه، يعني تخصص قوي في روح الانسان ونفس الانسان بس من اتجاه ديني. فعشقي للنفس البشريه خلاني دخلت بعدها جامعه المنصوره، درست فتره، وبعدين جامعه عين شمس، فاتجهت بعدها للعلاج بالفن. فهو ده شغلي الحاليه، فدمجت ما بين الروحانيه والفن، ان ازاي فنون زي الالوان، الاصوات، الكتابه بتاثر على نفس الانسان من كل الاتجاهات، يعني على المستوى النفسي، على المستوى المادي، كل شيء. حلو قوي. الموضوع كبير ومبهر يعني. فهو ده دي الفكره كلها. فبالنسبه بقى للشكل، هو بص يا اسلام، يعني الصوره النمطيه للداعيه الاسلامي ان هو دايما بيبقى لابس زي جلابيه معينه، في عمه على راسه، بيبقى فيه ليه شكل معين. انت شكلك شبابي جدا يعني، ده بقى في جزئين يعني، اللي بيلبس في احنا كبشر ما بنعرفش نفصل يعني بين انا ده لبس الشغل يعني اللي بيلبس عمامه بيلبس عبايه، ده شيء مقدس جدا وجميل، بس ده ستايل شغل. في وقت الشغل البس ده، لكن في الحياه العاديه انت بتلبس انت اللي انسان طبيعي احيانا يعني احيانا يكون عندنا في مجلس ذكرى او شيء، طبعا ممكن بلبس ده. عندي درس معين باديه او لقاء بشكل معين مخصص لده، ممكن البس ده. يعني لكل مقام مقال. تمام. فانا دلوقتي مش في مسجد عشان البس ده، تمام. ثم رجل الدين، الفكره دي هو اصلا مصطلح مش موجود اساسا، يعني فكره رجل الدين ده مصطلح ملوش وجود، احنا الثقافه اللي خلقته، ده رقم واحد. رقم اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم، بما ان احنا بنتكلم عن حضرته، لما جم يوصفوه امهات الصحابه بقى، لما جت بتحكي لاولادها عنه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، بتحكي لابنها بتقول ما رايت اجمل ثوبا ولا اطيب رائحه من رسول الله. فكان اجمل الناس لبس في زمانه، كان مميز جدا، كان مهندم جدا، كان منسق جدا في الوانه، كان عنده نوع مميز من العطور كده يتشم، يتعرف انه حضرته مر من هنا. ثم النقطه بقى المهمه، ان يقولوا ان لكل زمان حكمته، يعني كل زمان له الوضع بتاعه الخاص بيه. طبعا كل زمان له الخط بتاعه. انا ما ينفعش ابقى النهارده بعد 1400 سنه وعايش في نفس الحقبه الزمنيه، ما انت دلوقتي
اللي هو الزمن بيتطور، الحياه بتتطور وبتاخد بالزبط. شكل تاني. ولما نيجي نعرف يعني ايه كلمه دين او مله واتبعوا مله ابراهيم، واحنا عندنا في اذكار الصباح والمساء اصبحنا على فتره الاسلام وعلى كلمه وعلى مله ابينا ابراهيم. كلمه مله يعني طريقه حياه. فكل يوم انا بفكر نفسي ايه طريقه الحياه اللي انا عايش بيها. بس الاصل في الدين ان الانسان ان الله يحب ان يرى اثر النعمه على عبده. يعني ربنا طالما مديك حاجه جميله هو يحب يشوفها عليك. فده اللي احنا بنعمله. اخر أنا حاجه بقى أنا بس عشان دي عشان لا لا مش عشان لا دي انا عايز اعرف برضه عايز يقول ايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مكشوف الراس ابدا، يعني خارج البيت نادرا شبه ما فيش اصلا حد شافه في شعره بره البيت. يعني ده حقيقه لم يرى. دي روايه عن الصحابه، لم يرى النبي حاسر الراس، حاسر يعني مكشوف. ده كان يعمل امتى؟ لما يدخل البيت يبدا ايه يكشفها. لكن طول ما هو خارج البيت كان بيلبس ده، ليها اسباب روحيه، اسباب طاقيه، طبعا المجال ما يسمحش بيها دلوقتي. اوكي بس انا حاسه ان انا لما انت تكلم الشباب وانت شبههم هتوصل لهم اسرع برضه. ده جزء من النيه وجزء من الرساله فعلا. المشكله انه التاثر البصري مهم جدا في الانسان. انا لما ادخل عليه بستايل معين كده اللي هو انا لابس عمامه معينه، لابس لبس معين، كتير جدا من الشباب بيحس بفجوه رهيبه بينك وبينه. بيحس بمسافه فيها نوعين، بما انه الواحد ربنا اكرمه بدراسه علم النفس مع دراسه الشريعه. المسافه اللي بيحسها ان هو انا مش هينفع اكون كده. انا صعب قوي اوصل لده، فبيبقى عنده ياس واحباط. النقطه الثانيه احساسه بالخجل والحياء، انا مش عارف افتح لك قلبي. حقيقي ما اعرفش، انت بالنسبه لي حاجه منوره قوي، حاجه جميله قوي، وانا عندي بلاوي وعندي مصايب مش هينفع اتكلم، فعندي خوف او كسوف ان انا احكي لك. هتحكم عليا انت صح. انا شايفك قدامي حاجه طاهره، حاجه نقيه جدا، وانا لا، انا بعيد، فعشان اتكلم معاك براحتي هيكون صعب جدا. لكن انت لما عينه تقع عليك فيحس انت قريب منه وان انت سهل تحتويه، هو هنا يبدا يفتح قلبه. هو ده بفضل الله اللي بيحصل، هو ده اللي مخليني مستمر في النقطه دي تحديدا. ودي يعني ميزه فيك على فكره ما شاء الله يعني. طب اسلام، خلينا كده بقى نتكلم في حاجه جميله، وهي طبعا صفات النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انت عارف دلوقتي الفتره اللي احنا فيها مع السوشيال ميديا، مع زحمه الحياه، مع الحياه واخدنا كلنا للاسف ساعات بننسى ان احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام في صفات معينه كانت فيه والناس كانت بتتكلم عليها وعلى جمال الصفات دي. فعايزين نسرد كده صفات النبي ونتكلم عليها، والتعامل برضو في المواقف الصعبه كان عامل ازاي، كان بيتصرف ازاي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام احنا لما نشوف حضره نبي كقدوه، هو مش قدوه، هو اسوه. ايه الفرق ده مهم. دي ممكن تبقى بدايه كده لطيفه. الفرق بين القدوه والاسوه فرق كبير جدا، واحنا معظمنا للاسف ما بياخدش باله من التفاصيل دي. الله لما اتكلم عن حضره النبي في القران قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ما قالش قدوه. القدوه ان انا بقتدي بشخص في عمل او حاجه هو بيعملها، لكن ما انا بعيد تماما عن شخصيته، ماليش علاقه بيه. بمعنى ممكن يكون انسان قدامي هو ناجح في شغله، لكن كاب مش ناجح، كزوج مش ناجح، كصديق مش ناجح. صح. فهو قدوه ليا فين؟ في العمل. انا عاجبني دماغه في الشغل، لكن مختلف معاه ان في بقيه تفاصيل حياته. حتى شخصيته ممكن اصلا فيها تفاصيل ما تعجبنيش ومش مريحه بالنسبه لي. وعلى المستوى الشخصي ممكن ما احبش اصاحبه، لكن بتعلم منه في الجزئيه دي. ادى فكره قدوه، فالقدوه في العمل وليس في الشخصيه. اما الاسوه هو شخص انا بعشق شخصيته وبعشق اللي شخصيته بتعمله، والوحيد اللي ينفع يكون اسوه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اسوه غيره اصلا. بمعنى لما احب ادور على اب هشوف النبي كان اب بيتعامل ازاي. زوج هلاقيه زوج ناجح، صديق ولا اروع، انسان في المعاملات ما فيش ابسط ولا اجمل ولا اكمل من كده. فهو ده فكره الاسوه. لما اجي كمان على جزئيه كلمه اسوه معناها ايه؟ جايه فيها معنى الاسى، كان فيها الم حزن. فبمعناها ان كل الم في حياتك او كل شرخ او كل ضعف يقدر يجبرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر بالنمط اللي حصل في حياته تقدر تعرف تعالج نفسك، فهو المعالج وانت المعالج. فتعرف تستقبل منه. فده الفرق بين الاسوه والقدوه. القدوه بشوفه وبركز معاه في جزء، ولكن ممكن ما احبوش. صح. الاسوه لازم يكون متحب.
لازم احبه، يعني انا بحب الشخص ده نفسه بكل تفاصيله وكل صفاته وكل حالاته بكل اللي بيعمله في كل حاجه، فبحب طريقه لبسه، طريقه اكله، طريقه مشيته، كل حاجه. فده النموذج ده مش موجود الا في النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. طيب الصفات بقى، الصفات ايه مثلا ممكن نتكلم فيه؟ مثلا نتكلم عن، هقول لك حاجه مهمه جدا، يمكن الناس الفتره كل فتره بتمر بيها، الضيق. تمام، جميل. مفيش حد فينا مش بيمر بضيقه او بيحس ان هو مش عارف ياخد نفسه او تعبان او منهك او ظروف الحياه معاه صعبه، كلنا هذا الشخص حقيقه. النبي عليه افضل الصلاه والسلام كان ازاي بيتعامل في المواقف اللي كان بيحس فيها بضيقه او بضيق الحال زي ما بنقول؟ صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الانسان في الازمات او الضيق هي بتبقى الازمات مصنفه، يعني في ازمه مع نفسه، الانسان عنده ازمه نفسيه او ازمه مع العيله بتاعته او المحيط او عنده ازمه مع شغله أو أزمة حتى مالية مع الناس او ازمه مع المال او ازمه مع المجتمع. فالازمات مختلفه، لكن طبعا كل ازمه لها طريقها، ولكن في اساس كل الازمات دي لازم تكون موجوده عليه، هي هو اللي يشيل كل ده. فالنبي كان بيتعامل ازاي؟ النبي كان بيتعامل اول حاجه، هم ثلاث بنود. البند الاول العلاقه مع رب العالمين، الذكر، انه كان بيذكر رب العالمين، كان بيتكلم مع الله في الازمه كانه حد بيكلم حد صاحبه. اللهم انت الصاحب في السفر. الدعاء ده احنا بنقوله دعاء ايه واحنا مسافرين، لكن يقولوا ان الدعاء ده جماله مش في السفر ده اللي هو بتاع ان انا جاي من حته لبلد لبلد. لا، اللهم انت الصاحب في السفر اللي هو سفر الحياه. يعني الدنيا دي كلها اصلا رحله، صح؟ الدنيا دي كلها سفر، احنا جايين رحله، فهو ربنا اللي معاك في الرحله دي. فالنبي دخل في يوم على حد من الصحابه، لقى قاعد مهموم جدا في المسجد، باين عليه جدا الحاله اللي حضرتك ذكرتيها دي، الاكتئاب والضيق والهم والحزن. فقال له مالك؟ قال له ديون راكبتني وهموم يعني غلبتني، انا من كتر ما بشيل انا وقعت، انا ما عدتش قادر استحمل. فحضره النبي علمه دعاء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. دي المنافذ اللي كل انسان بتصيبه في الحياه. الدعاء ده مهم جدا، لانه فعلا بعد الصحابي ان بعد فتره من التزامه بهذا الدعاء ويقينه وانه مستلمه من حضره النبي، ففي نور معين. فالله فرج عني، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. ايه الفرق بينهم؟ ايه الهم؟ اللي هو الضيق والخوف والتوتر اللي بيتملك الانسان بس على حاجه جايه في المستقبل. يعني في تلاقي واحد عنده مشكله يقول لك ما تشيلش هم، يعني هي لسه ما حصلتش، لسه ما حصلتش واحنا شايلين همها من الهم. الخوف من اللي جاي المستقبل. الحزن بقى اللي هو الضيق من شيء انا حصل في الماضي، حزنت عليه اوريدي. الهم العجز ممكن يكون سبب الحزن، الاكتئاب والضيق والزعل، انه انا حاسس بالعجز، عنده مشكله بس مش عارف اتصرف، مش عارف اتصرف. والكسل، في ناس تانية بتكسل فعلا تحل لنفسها المشاكل. في ناس يلا نروح لفلان الدكتور مثلا، مش عايز اروح، مش قادر. طب ما تيجي نتكلم فلان يمكن عنده حل. لا، انا مش هقدر اروح. والعجز والكسل وغلبة الدين، ان ممكن يبقى عليك شيء من الديون اللي يغرب الانسان، يبقى عاجز فيه انه يعالج هذا الدين او المشكله ايا كانت المشكله اللي غلبته. قهر الرجال هي دي، ده بقى المرحله الاخيره، انك وصلت لمرحله القهر، انه انسان له عندك حاجه وانت مش قادر تسدها، مش قادر تصلحها، فيقهرك، اصبح انه بياخد ده حجه انه يؤذيك، ممكن يشتمك، ممكن يسجنك. حد قادر قصدك عليا او حد كده. فهو سيدنا النبي بيسد الفراغات دي كلها. فده رقم واحد. رقم اتنين، هو انا هم ايه في الدنيا اصلا؟ عشان الهموم دي كلها تخترقني كده وتدمرني، توصلني للحاله النفسيه اللي انا فيها دي. وهو ده المفتاح، ان ليه ربنا في ناس بيسهل لها الدنيا قوي وفي ناس العكس. ده من ضمن الاسس دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال موضوع حلو قوي، قال تخففوا من الهموم ما استطعتوا، يعني قد ما تقدر ما تشيلش هم كل حاجه. لفظ رهيب، تخففوا، على قد ما تقدر خف الحوارات الدوشه اللي جوه دي. واجعل همك الله، يعني خلي همك بس ان ربنا يكون معاك وانت يكون راضى عنك وتكون موصول بربنا. اللي يعمل ده بقى يا سيدنا النبي قال، فمن فعل ذلك اتته الدنيا وهي راغمه، يجيب لك الدنيا تحت رجليك غصب عنها. وكان الله اليه بكل خير اسرع، كل الخير اللي انت تتمناه هيجي لك اسرع من اي حد من زمايلك وفي محيطك وفي قرايبك. بس هل فعلا انا كل يوم الصبح
انا هم رضا ربنا عليا، انا النهارده عملت كام حاجه ترضى ربنا عني، كم مره سمحت فلان عشان خاطر ربنا، واكرمت فلان على عشان خاطر ربنا، انا ماشي النهارده ده عملته بالحسنى عشان خاطر ربنا، وده كنت حنون لطيف معاه عشان خاطر ربنا، وده ما رضيتش ان انا اعاقبه مع اني أقدر بس عشان ربنا، عشان خاطر ربنا. هذا فكره ايه؟ انه يكون الله همي. اخر حاجه فيها عزي نفسك بالموجود عن المفقود، يعني بص اللي انت معاك، بص اللي تمتلكه. معظمنا النهارده مشكلته انه بيبص بره، بيقارن بره. انا ما اعرفش الناس دي شيلتها عامله ازاي، يعني ما اعرفش، يعني ما اعرفش كل نعمه هي قصدها تمن اكيد، فاحنا مش بنبص للنعمه اللي عندنا. اهم نعمه ايه؟ لو سالت حد النهارده ايه اهم نعمه حصلت النهارده؟ الصحه والستر. والستر والفلوس، والفلوس برضو نعمه، والابناء نعمه جدا. اهم نعمه ايه بقى بعد ده كله؟ ان انا خدت يوم جديد، يعني كم فرصه ثانيه في الحياه. كم حد صحي النهارده؟ في كم مليون على كوكب الارض ميت، يعني قام النهارده ما عندوش فرصه جديده، كان امبارح هو اخر يوم في حياته اصلا. خلاص هو كده. احنا كل يوم على فكره دي اسمها نعم متجدده. يعني ايه نعم متجدده؟ يعني الحياه ونبض قلبي والعين والسمع والبصر وكل دي نعم، انا ما فيش بيني وبين ربنا عقد انها مستمره اصلا. يعني ما فيش بيننا ميثاق ان انا عيني دي تفضل محفوظه من اول ما اتخلقت لغايه ما اموت، ده مش موجود. دي اسمها نعم متجدده، يعني كل يوم النعم دي بتستاذن ربنا. اشتغل ولا خلاص اخر يوم؟ اتكلم ولا ده اخر يوم ليا؟ اشوف النهارده ولا خلاص اخر نور ليا النهارده في عين؟ خلاص ما حدش بياخد باله من ده اصلا، فان انا اخد يوم جديد اجمل فرصه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان يجي في الاخره عنده حسنات كتيره جدا، ومفكر بقى ان هو كده خلاص يعني واصل بقى، وحاجه يعني كبيره قوي وضامن الجنه. بيقول لك ممكن اعمالك الجميله دي كلها اللي انت شايفها، صلاتك وصيامك والاشياء دي، بيجي في الاخر نعمتين ينسفوا كل ده. قالوا يا رسول الله؟ قال العينين واليدين. كفايه، يعني كفايه ان انا اقدر اشوف حبايبي، يعني كفايه ان انا عندي لسان اقدر اعبر بيه عن احتياجاتي، يعني كفايه ان انا اقدر اعمل حاجات لنفسي. قال لولا رحمه الله، هو ربنا اللي بيتفضل، عشان الله كريم رحيم، فبنعتبر بقى ان انت عندك حسنات وبنعديها. طب اسلام، دلوقتي معظم اللي بيتفرج علينا هو من الشباب، ودايما يقول لك انا اصلا غلطت كتير، فانا مش عارف، طب وانا هبتدي منين؟ طب وانا، طب الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيتعامل ازاي مع الناس المخطئه اللي بتيجي عايزه تبتدي من جديد؟ السؤال ده عالي، يعني سؤال قوي جدا. ليه بقى؟ لان السؤال ده هو احنا بنعاني في ازمه، فانا زي ما حضرتك قلتي ازمه ان هو احنا كلنا بنغلط، كلنا بشر، بس ازاي بنتعامل مع اخطائنا احنا مع نفسنا ومع اخطاء الاخرين؟ فبس هناخدها ازاي النبي كان بيتعامل مع اخطاء الغير. النبي كان عنده ثلاث اساليب، اسلوب اسمه اسلوب اشفاق، واسلوب ارشاد، واسلوب عتاب. ثلاثه. الاشفاق ده اللي هو بيتعامل بيه مع الناس، اللي هو رحمه يعني شفقه. اللي ما يعرفش يعني ايه، مره كان في صحابي سافر قعد فتره طويله، وبعدين نزلت الصلاه، فهو رجع ما عندوش خلفيه قوي عن الايه، عن اللي بيحصل، فدخل المسجد يصلي معهم. احنا عندنا ينفع نتكلم في الصلاه؟ لا طبعا، ممنوع. صحيح. اكيد. هو دخل، فواحد عطس قال له يرحمكم الله، قال له يرحمكم الله، هو ما كانش يعرف، ما عندوش الاحكام، اداب الصلاه، ما يعرفش الاداب والاحكام دي. فقال له يرحمكم الله، فالناس عارفه اللي هو ايه بقى، بيتنحنحوا كده اللي هو ايه، فقال لكم ما لكم تصمتونني، انتوا في ايه كلكم قاعدين تسكتوني كده؟ بعدين بدأوا يضربوا على ايه؟ على ايده. دي اللي هو بيلفتوا انتباهه ان انت كده، هو مش فاهم، بتتكلم جوه الصلاه، ومستفعل ومسترسل في الحوار، عمال بتكلم معاهم جوه الصلاه. بقول بعد ما خلصت صلاتي، كان اسمه معاويه بن الحكم السلمي. بقول بعد ما خلصت صلاتي القوم ينظرونني، يعني بلف حواليا الجامع كله، المسجد كله، الناس كلها عينها عليا. فتمنيت الارض تنشق وتبلعني من الاحراج اللي انا فيه. هو كده ادرك ان في حاجه غلط انا عملتها، هو عملها. بقول فتمنيت من الاحراج، من النظرات المرعبه اللي شايفها دي، انا من خجلي يعني اتمنى ارض تنشق وتبلعني. بقول الا النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي كانت عينه مختلفه، ناداني قال لي تعالى، اجلسني، قال لا شتمني ولا نهرني، لا كلمني بطريقه وحشه ولا شتمني
ولا نصحني بشكل كده يخجلني، عنفني ولا عنفني يعني. قعدني جنبه وقال لي ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. اللي بيحصل بره ده حاجه ممنوع، والصلاه مش مش مكان هنا. الصلاه دي قران وذكر وتسبيح، احنا من اول بس بنقول الله اكبر لغايه ما نسلم ما بتعملش حاجه. اللي حافظ من القران اقراه، وطول الوقت بقيه الصلاه سبح ربنا وبس، بعدين اتكلم براحتك. فده اسمه اسلوب اشفاق، انه ما يعرفش. اسلوب بقى الارشاد اللي سهى عليه، اللي نسى مش قاصد، كان عنده شاب كده اسمه انس بن مالك، ده كان بيساعده. فالرسول قال له روح من المشوار الفلاني عشان ده مهم جدا، انا محتاج الموضوع ده. فراح المشوار اتاخر، سيدنا النبي قام من مكانه وراجع بقى البيت، لقى مين اللي بيلعب في الطريق؟ انس. قابل جماعه اصحابه بيلعبوا، وقف معاهم نسى الموضوع كله، قاعد يلعب. بيقول فانا لقيت حد من ورا كده ايه ماسكني من قفايا كده، صغير بقى، فبيرفع راسه لقى النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له اذهبت يا انس؟ انت رحت المشوار قلت لك عليه؟ قال له انا رايح اهو، يعني بعد. قال له انا رايح، انا في الطريق، انا بس يعني اللعب خدني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا انيس، يعني بيدلعه كمان. انا النهارده لما عندي ابني يغلط انا بتعامل معاه ازاي؟ بنزعق بنعاقب. طفل يعني عنده 3 4 5 سنين وبعدين بيلعب عند الضيوف ميدو، وتلاقي بقى الزعيق والسر كانه جامعه، يعني كان بيتعامل انه ده المفروض نازل واخد الخبرات بتاعته كلها. واللي انا فهمته في حياتي فالمفروض يكون هو عنده الفهم ده والادب والذوق. ولذلك المشكله دي في الطفوله بتعمل مشاكل كتير قدام الانسان، مشاكل نفسيه جدا، مش قادر يعبر عن نفسه، ما عاش طفولته ولا اخره. اخر اسلوب العتاب ده بقى مع الخطا في حق الناس. كان حد من الصحابه سيدنا اسمه ابو ذر الغفاري بيقول انا في مره حصل يعني حوار شديد بيني وبين حد فعيرته بامه، يا ابن السوداء. يعني يعتبر شتيمه بس يعني امك لونها اسود. فالكلمه وصلت للرسول فبعت لي بقول ما رايت غضبا، يعني ما شفتوش بالغضب ده قبل كده. قال عيرته بامه، بس كان بيزعق يعني عيرته بامه. قال نعم. قال انك امرؤ فيك جاهليه، فين التعليم؟ فين الدين؟ فين الفهم؟ فين فين فين؟ بقول كنت بتمنى ان انا لو داخل الاسلام جديد عشان اتفادى هذا الموقف. دي كانت طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الاخطاء، حتى الناس اللي عندها معاصي. ودي مشكله بقى كبيره جدا، احنا النهارده بنحطم في الشباب، في يأس غير طبيعي بندخله في قلوبهم. تمام، انا مش قادر افهم تركيبته والنفس اللي جواه دي عامله، هو ليه ارتكب الاخطاء دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي حد عنده خطيئه، بعض الصحابه كان بيحكي بيقول له انا بحكي له ذنب عندي فاشاح بوجهي، يعني انا عمل كده. اللي هو ايه؟ خلصانه. خلصت، انت عرفت انك غلطت، استغفرت، ما فيش داعي تحكي، ما تأنبش نفسك اكتر من كده. لا، لو فتحنا في الموضوع ده رهيب، يعني يكفي الناس عشان تسامح نفسها. انا عندي في القران معلومه دي جميله جدا دايما بحب انشرها، في حاجة اسمها وعيد ووعد. الوعد اللي هو لو انت عملت حاجة كويسة انا كرب هكافئك، والوعيد ان كل خطأ هستعاقب. فكرة بقى النار والعذاب. انا عندي قصاد كل آية فيها وعيد اللي هو انا هحاسبك، في آية تانية فيها وعد وذنوبك وفي عقاب والخوف، مش آية ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة ولا 15، 17 آية وعد. يعني امام كل ايه انت هتتعاقب وهتتحاسب في 17 ايه انا غفور وبسامح وكريم وبعفو وطمن. الله، بنسيب ال 17 ونروح لفين؟ للوحد. فخلقنا ناس او اشخاص عندها نفسيه عنيفه. طيب اسلام، عايزين نتكلم برضو عن حاجه مهمه جدا، وهو لما حد كان بيسيء للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أو حد كان بيغلط في حقه، أنت عارف برضو إحنا لازم نقتدي بيه في الموضوع ده، لأن إحنا بنمشي في الشارع ممكن ناس تسيء إلينا، ممكن حد يبقى يقول لنا لفظ نكسر عليه فيروح شتمنا وماشي، حد معنا في الشغل اتخانقنا فقال لي كلام ما ينفعش يتقال، في إساءة كتير ممكن الواحد بيمشي، إحنا بنمشي وسط مجتمع، إحنا ملايين من البشر. إزاي أقتدي بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في طريقة الإساءة إلي؟ طبعا الإساءة بتختلف وإحنا بشر، يعني إحنا برضو عايز أقول إن إحنا بشر، ساعات بنزعل، ساعات بنبقى مش ملايكة، برضو عايزين يعني اللي هو إزاي يهني وأنا أسكت، بيبقى في غضب جوانا.
فازاي نسيطر على الغضب ده؟ هو ده بقى جاي من الايجو اصلا يعني. يعني هو انا وازاي وده ايجو يعني، بقى الانسان شايف نفسه. فلكن سيدنا النبي بيعلمنا ان انت لا انت 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 مش موجود يعني، انت مع الله مع النبي بس مع روحك. ولكن طبعا الطباع البشريه بتختلف يعني، بس برضه هنرجع خلينا الاساس النبي صلى الله عليه وسلم في اساس، لكن لكل قاعده شواذ يعني، في حاجات لازم اخد فيها موقف، في حاجات لازم اخد حقي وهكذا، لكن بس في الاخر هنرجع لاخلاق النبي. ايه الاساس بقى اللي هو يكون قدامي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع الاعداء هو في فن كده، فن ان انا احول العدو لصديق. احنا النهارده عندنا براعه ان انا اخلي الصديق عدو للاسف. اشهر مثال على كده، وهو ده المثال يعني خطير جدا ومش سهل، في واحد اسمه مش بقى عربيه قصرت عليا وجاري مش عارف عمل ايه، في واحد اسمه ثمامه ابن اثال. ثمامه ثمامه ده كان ايه بلغه النهارده؟ قناص. راجل قناص، شغلته ايه؟ يعني عايزين بس نركز في الجزئيه دي. كان بيختار اغلى واحب واقرب الناس للرسول يقتلهم. يعني مش اي حد من الصحابه، لا يعني مش اي حد قدامه، الناس المفضلين عنده عشان يوجع قلبه، عايز يقهره. عايز يقهره فعلا. ثم انه له محاولات كتيره جدا في اغتيال الرسول. يعني مش مره ولا اتنين، كانت شغلته اصلا عايز سيدنا النبي، ما لقاهوش يغتال حد الرسول بيحبه. في ايه ابشع من كده؟ ده بلغه العصر برضه مجرم حرب طبعا. الراجل ده في يوم بيحوم حوالين المدينه عشان يغتال النبي، فالصحابه لقوا واحد غريب عمال بيلف كده، فيعني ما ارتاحوش، هو مسكين هو ما عرفوش مين ده، هم قعدوا قبضوا عليه خلوه. فسيدنا النبي رايح المسجد، فلقى ده ايه قدام المسجد موجود، فقول لهم مين ده؟ قال لهم نعرفش. قال لهم اتدرون من اخذتم؟ انتوا عارفين انتوا قبضتوا على مين؟ قالوا لا. قال ثمامه، الصحابه هنا بقى تحولوا بقى التحول البشري ده طبيعي، ده اللي بيحاول يختالك، اللي بيحاول ده اللي قتل اصحابنا واهلنا واخواتنا، احنا هنعمل ونسوي بس خلاص، هيبقى برجر دلوقتي، لا لازم نقضي عليه، نتفنن في تعذيبه. فنبلش هو كل ايه بقول لك؟ جاي اختالك، وده اللي يعني بلاوي يعني، قتل احسن ناس فينا يعني. كل؟ قالوا لا، مسكين من بدري ما كلش. يوم النبي يرجع يجيبوا الاكل من بيته الشخصي عشان الصحابه ده هيبقى تقيل عليهم شويه انهم يعملوا ده، ويروح وياكل. اكل تمام، يرجع سيدنا النبي يجيب لبن يخليه يشرب، قام قاعد قصاده كده بالظبط. قال له والان يا ثمامه ماذا دلوقتي بقى؟ احكي لي بقى ايه الموضوع، انت بقى تحب اعمل فيك ايه؟ يعني انت شايف تستاهل ايه؟ فقال له صراحه، هو حال من الثلاثه، ان قتلتني فلك الحق. هو معترف بقول له انا جاي قتل مع سبق الاصرار والترصد غير الجرائم اللي فاتت. فلو قتلتني فانت لك الحق، عندك حق. وان عفوت تعفو عن كارم، ان اكرمتني بالعفو انا هرد الجميل ده بطريقتي. وان اردت مانا خذ ما شئت. وكان غني، فلو عايز الفلوس اللي ادفع خد انت عايزه. فسيدنا النبي قال ايه؟ فكوه، لا حلو وخليه يمشي. فالصحابه وقفوا اللي هو الموضوع يعني مش ازاي حلوه، انا قلت سيبوه. ففكوه مشي، خرج بره المدينه، لقى مكان دخل اغتسل واتوضى كده، وقام راجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول بيقول له انت يعني ايه اللي رجعك تاني؟ قال له من شويه الفترات اللي فاتت انت كنت ابغض وجه الى قلبي، اكتر شخصيه مكروهه عندي انت، الان انت احب وجه الي على هذه الارض، اشهد انك نبي. واسلم وبقى من الناس المقربه من حضره النبي صلى الله عليه وسلم. السيده الاخرى، النبي ماشي كان في شبابه لسه، فامراه ماشيه فشايله حاجات تقيله كبيره في السن، فشال معاها بيتك فين؟ بيتي هناك. فوصلها لحد البيت، قالت له انت انسان جميل جدا وشاب لطيف، انا اديك نصيحه غاليه جدا. قال لها اتفضلي. قالت له في هناك اللي هو واحد اسمه محمد بيدعي الناس لدين كده اختراع، تمام؟ قالت له هتمشي معاه، فدي هديتي ليك يعني. قال لها متأكدة من كده؟ قالت له طبعا، لا ده راجل كده ايه جاي بدين غريب كده، فنصيحتي ليك كابني اوعى تسمع ايه كلامه. ما تعرفتش بقى انت مين؟ قال لها انا محمد ابن عبد الله. بس قال لها انا اللي انت بتتكلمي عنه ده. هي القصة كلها فين بقى؟ بس سبحان الله، احنا بقى لما بنيجي نتعامل بقى بنشوف ايه الطاقة اللي بتبقى خارجة من الإنسان، الانتقام والغضب وبفرغه على أي حد. وكان في قصة كده كنا خدناها في الدين زمان في المدرسة،
لما كان في حد بيأذي الرسول عليه الصلاة والسلام بيحط له قدام بيته حاجات اللي بيحط له وبعد كده هو لما تعب الرسول راح زاره. دي من ضمن الاشياء اللي بتقول. بس في الاجمل من كده بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذبح يعني يبقى عنده طعام زياده او ذبح خروف او الحاجات دي اللي هي المناسبات دي، فيوزع على الصحابه بقى، نقول ايه، هل وزعتم على جيراننا؟ جيراننا ده اصلا يهود يعني، جيران دول يهود، بيقول توزعت عليهم؟ لا، فكان يؤمر دول جيران يعني، ايا كان دول جيران. هو هنا حد عينه على الفضيله يعني، هو بيغذي نفسه بايه؟ انا لو سمحت يعني، قولوا لما انت بتتعصب من حد او تسمح انه يحط المشاعر دي فيك الاذى، تولد بداخلك نمله. النمله دي لو ما موتهاش من دلوقتي هتبقى سنين، فانت هتنهش اي حد قدامك. اللي هو بقى بيبقى الشخص اللي يقول لك ما اعرفش انا عملت كده ازاي، ما اعرفش انا قلت كده ازاي، اللي هو خلاص في ايجو سيطر. مفيش، الشيطان فعلا قدر انه يسيطر عليه. اعظم مدخل للشيطان الغضب. علشان كده دايما الانسان بيكون في حال سلام، بيكون في حال سكون، لذلك النبي لازم يكون قدام عينه في المواقف دي. طبعا هديك مثال بسيط نختم بيه الجزئيه دي. يا ريت. حضرتك اتكلمت على موضوع العربيه، لو حد كسر عليا، لو حد فعلا كسر عليا وقمت انا وقفت قدامه ونزلت وهو نزل، ايه اللي هيحصل؟ هنتخانق ونضرب بعض ويحصل الفاظ مش لطيفه زي ما بيحصل في الشارع يعني. هنشتبك وهي الموضوع هيتطور. لو انا تجاوزت الموضوع ومشيت، الموضوع مش هيحصل حاجه. فبالظبط كده، انا ما اسمحش للامور ان هي من طرفي انا على الاقل ان هي تتطور. وعلى فكره ده دايما بيبقى الانسان الكسبان يعني، هو ده دايما اللي بيكرم، هو ده بيبقى القوي. اما غير كده هو فالانسان ضعيف، لان نفسه غلبته، شيطانه غلبه. طب اسلام، انا عايز اطلب منك دعاء كده نختم بيه الحلقه النهارده. هو طبعا احنا استمتعنا قبل ما نقول الدعاء. انا عايزه اقول لك ان انا بجد من احب الحلقات لقلبي. حطيت لنا كده ايديك على كام موقف من مواقف احنا ساعات مع يعني لما بنتلهي في الدنيا بننسى ان في حاجات حلوه لازم نقتدي بيها بالرسول عليه الصلاه والسلام، ان احنا لازم نعفو ونسامح ونعدي، وان الحياه بتمشي، وان ليه نقف على الواحده، وان في حاجات حلوه قوي في الدنيا وفي نعم جميله الواحد ربنا مديها لنا، دي الاولى ان احنا نبص عليها. انت يا اسلام بجد شرفتنا ونورتنا. أنا الشرف الاكبر لي حقيقي بجد. وانت اسلوبك جداً. جميل وبسيط وسلس ويدخل القلب بسرعه. ده بركه سيدنا النبي اللي احنا بنتكلم عنه. ايوه طبعا، عليه الصلاه والسلام. نورتنا يا اسلام. شكرا جدا. اختم لنا بقى بدعاء حلو احنا عشان الناس كمان تقولوا معانا في البيوت كده. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا احمد النور المؤيد المنصور. اللهم أخرجنا من ظلمتنا إلى نورنا، وأخرجنا من نورنا إلى نورك يا نور النور. اللهم إنا برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان ومن هذا الحوار إلا بذنب مغفور وعمل مقبول. اللهم إنه في قلب كل منا حاجة، وفي قلب كل منا سؤال، وفي قلب كل منا طلب، فقده يا خير قاضي. اللهم إنه في قلب كل منا حاجة، فقدها يا خير قاضي. آمين 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 يا مجيب يا سميع يا قريب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. عليه الصلاة والسلام. إسلام شكرا ليك، نورتنا. أنت فعلا قريب مننا وقريب من الشباب بوجه عام. أنت قريب ليهم لأنك شبههم وبتتكلم زيهم ومش معقد يعني في حاجات بتبسط لنا الأمور، يمكن علشان إحنا زي ما قالت لينا الدنيا بتبقى واخدانا أكتر. الشباب مش مع الوقت والسرعة والسوشيال ميديا مش كله بيبقى عارف كل الحاجات اللي إحنا تربينا عليها. الحياة بقت أسرع. أنا مش بديهم عذر، بس برضو بنديهم أحيانا كده إنه معلش هم ممكن ما توجهوش بطريقة صح. فأنت من الناس اللي الواحد يسمع لك ويرتاح، وإن شاء الله ربنا يجعلك سبب في إن شباب كتير يكونوا شايفين إن في أمل، إن ربنا يهديهم وإن هم يمشوا صح، وإن ما فيش حاجة غلط تحصل في حياتهم. وتكون سبب ده، أنت ليك حسنات كتير قوي في إن أنت تهدي حد أو تساعد حد في الهداية. شكرا ليك يا إسلام، نورتنا. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. استنونا.
ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا اللي مليانة بالروحانيات والحاجات الحلوة، وهي مناسبة المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا المناسبة دي مش بتعدي معانا كده، علشان كده لازم يكون معانا المنشد الشاب أحمد صلاح، منورنا في عيش سعيد النهاردة. نور حضرتك، والله أنا مبسوط جدا أن أنا متواجد معكم النهاردة. يعني إحنا أكتر والله، كل سنة وأنت طيب طبعا أولا، وحضرتك طيبة، ومتحمسين جدا أن إحنا نسمع صوتك. طبعا عايزه اقول لك ان الانشاد الديني هو نوع من الانواع اللي بنيجي نسمعها بنحس ان احنا بقى ايه، طايرين شويه، يعني احنا مش على الارض، احنا بنروح كده بنسرح مع الصوت الحلو. يا سلام لو صوت حلو، حد بينشد بصوت جميل، بنروح معاه لحته تانية، روحانيات بقى بتطلع، الواحد بيسرح في حياته، بيستمتع طبعا بذكر الاسامي الحلوه. فانا عايزه ابدا معاك بقى من الاول خالص، انت قلت لي اصلا، او انا عارفه عنك معلومه، ان انت ما كديتك اصلا مش انشاد، انت كنت مطرب في الاول. ده حقيقي. هو انا من وانا صغير كنت بحب ادندن مع الست ام كلثوم، بحب الاغاني اللي هي الترابيه الاصيله. فانا طبعا كنت يعني بعشق اللون ده زمان، تمام. بعد كده لما اتفرجت على المسلسل بتاعها، فلقيت يعني كانت بدايتها اصلا بتقول موشحات وحاجات دينيه، فعجبني الموضوع جدا. يعني انا قلت طب ليه ما استغلش الموهبه اللي عندي دي في حاجه حلوه زي كده. يعني اصلا ما فيش احسن من الثناء على الله، ما فيش احسن من طبعاً مدح الرسول عليه الصلاه والسلام. فطبعا يعني الانشاد على فكره اصعب من الطرب بكتير جدا. طبعا الانشاد بيبقى عايز تكوني دارسه مقامات موسيقيه كويسه، بتكون عايز يكون لغة، في نفس كتير، لغه، ولغة طبعاً عربيه طبعاً كويسه جدا، جدا مخارج الالفاظ. دي كلها حاجات بتبقى قوة مهمه. صوت كمان مش اي حد يعرف يعمل الانشاد الديني، طبعا لان دي لازم صوت يبقى قوي جدا جدا جدا، لانه بيبقى فيه عرب وبيبقى لا وعايز ويخليكي في حاله خشوع ما، فانت لازم احساسه يوصل لك قوي وصوته يمسك فتحسي بحاجه حلوه. يعني ده اللي حضرتك قلتيه بقى، يعني حاجه روحانيه حلوه جداً. جميله بنعيشها. يعني وانا اصلا بنشد، انا ممكن اكون شايف حضرتك بس انا اصلا عايش في حته في قصة تانية. ايوه حاجه جميله جدا طبعا. اكيد يعني. إن شاء طيب الله. انا بعد ما عرفنا انت ازاي بدات الموضوع من هنا لهنا، قبل ما نتكلم معاك اكتر ونعرف ازاي نميت الموهبه دي عندك، هنعرف بقى الناس عليك بحاجه من صوتك دلوقتي. تمام. نبتدي بيها كده، نفتح بيها على الحلقه كده. طلبات يا لينا من طبعا طبعا يعني اوكي نبتدي بحاجه لطيفه كده. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. النبي أهل الهوى، النبي مدح دوى، كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، ان رب العالمين اوجب الصلاه عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. عليه الصلاة والسلام.
الصوت الحلو ده ما شاء الله الله اكبر بجد، صوتك حلو قوي قوي. طيب احمد، الانشاد ليه مدارس، انت بتنتمي لاي مدرسه فيه؟ وانا بحب المدرسه اللي هي القديمه شويه، يعني الشيخ محمد عمران، بحب الشيخ طه الفاشني، بحب الشيخ النقشبندي. يعني دول بصراحه يعني قيصره الانشاد زي ما بيقولوا. الشيخ نقشبندي بصراحه يعني علمني كتير جدا، علمنا ازاي نقول المشرح مظبوط. عايزه تبقي يعني عايزه تبقي منشده شاطره لازم تتعلمي من الناس دي الاخر يعني. طبعا اصل هم الاصل، يعني هم الاصل التاريخ. واحنا اتعلمنا منهم حاجات طبعا. الناس دي لا كانت بتدرس مقامات ولا كانت بتعمل فوكاليز اللي هو تدريبات الصوت ولا الكلام ده. انت عملت الكلام ده، انت درست مقامات، أنا درست عملت فوكاليز، عملت الكلام ده كله عشان انا درست مقامات. هو انا حاليا بس انا متواجد في فرقه الروضه للانشاد الديني. تمام. قائد فرقه الروضه الاستاذ فرج سعيد هو طبعا مدرس المقامات الموسيقيه، فانا اتعلمت على دي المقامات الموسيقيه. وطبعا اتعلمت برضو اللي هو ازاي اعمل فوكاليز للصوت، ازاي اعمل احماء للصوت. طبعاً المنشد عامل زي لعيب الكوره بالظبط، هو لعيب الكوره ينفع ينزل يلعب على من طول؟ غير تمرين؟ لا طبعا. لازم يتمرن، لازم تتمرن طبعا، تستعد. هو ربنا واكيد ترتيبات العرض ليها، ان انت تعرض في حفله او في مناسبه دينيه اكيد انت بتحضر لها قبليها بفتره كبيره يعني، صح؟ ده طبيعي، ده حقيقي. ولازم برضو اختار الحاجات اللي هي الهاديه في الاول، الحاجات اللي هي القرارات اللي انا عشان ما اجهدش الصوت بتاعي. يعني ما ينفعش اصحى من النوم كده مثلا اقول الجواب اللي هو صوت حاجه عالي. عاليه او طبقات عاليه قوي، ما ينفعش. لازم اعمل احماء للصوت بتاعي. فطبعا الحاجات دي كلها احنا درسناها بالخبره. يعني انا بقالي اصلا 12 سنه في الانشاد الديني، فده كله جه مع الخبره الوقت. مع الوقت يعني. ايه الفرق بين الانشاد والابتهال؟ تمام. هو مبدئيا الابتهال والانشاد والموشح، الثلاثه دول يعني دول فروع من الانشاد الديني. يعني الانشاد الديني ده حاجه من تمام، بعد كده بتتفرع للموشح، بعد كده بتتفرع للابتهال، بعد كده بتتفرع للانشاد. تمام. الموشح بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا مثلا انا بقول سولو لوحدي وبيبقى معايا كورال ورايا، بس ما فيش الات موسيقيه ولا في ايقاع، ما فيش فرقه. تمام. زي الشيخ طه الفاشني والشيخ النقشبندي زمان، دي كلها كانت موشحات. في إذاعة القرآن الكريم كانت على طول بتبقى موجوده، بتبقى الموشحات، بيبقى في ناس بتقول وراكي بتردد وراكي. تمام. صح. الابتهال بقى لا، هو فرد واحد هو اللي بيقول السولو، طبعا من غير برضو فرقه موسيقيه، من غير ايقاع. تمام. ده الابتهال. الانشاد الديني بقى بتبقى فرقه متكامله، بيبقى فيه عباره عن في ايقاع وفي موسيقيين، وفي طبعا المنشد اللي هو هيقول سولو، وفي كورال ورانا. هو ده الفرق بين الثلاث حاجات، وكلهم بيندرجوا تحت مسمى الانشاد الديني. اوكي. طب دي معلومه كانت مهمه قوي. طبعا. طبعا انا عايزه اتعرف اكتر عليك، هل دي مهنتك الاساسيه؟ انت بتشتغل ايه؟ خريج ايه؟ وليه كم قررت ان انت تكمل في دراسه الانشاد الديني؟ هو انا خريج بكالوريوس حاسبات ومعلومات، قسم اي تي شبكات، شغال في شركه بتروجيت. ده الكارير الاساسي بتاعي. تمام. انا الحمد لله عندي موهبه الصوت من وانا صغير، فدي انا واخدها يعني ايه، هوايه، مش احتراف. مش احتراف. ولكن في الاخر انا قلت طب ليه ما اطلعش، وليه ان انا ما انضمش لفرق انشاد ديني؟ انا اصلا مريت بعده فرق انشاد على مستوى العشر سنين اللي فاتوا، واخرهم فرقه الروضه للانشاد الديني اللي انا متواجد معاها حاليا. واحنا شاركنا في مهرجانات كتير جدا، زي مهرجان سماع الدولي، وهو حاليا بيتعمل في مصر، يعني تحت قياده الدكتور انتصار عبد الفتاح. ده طبعا هو بدا يوم الجمعه 22/9، وهينتهي باذن الله نهايه الاسبوع. بيشارك فيه عدد من الدول المختلفه بتشارك في المهرجان ده. حلو قوي. ويعني وده حاجه بتدل ان الانشاد بيتطور يعني. طبعا طبعا. هو في مهرجان كبير بيقولون عليه بيتعمل بقاله سنين، والناس بتجي له من كل الدول. مهرجان مهم جدا طبعا. بصي سواء، معلش انا اسفه، ما ينفعش لا حاجه معينه، انا عندي ريكوست معين كده نفسي اسمعه. ما ينفعش يكون مولد النبي وما نسمعش مولاي. انا يعني مولاي دي عند كل واحد فينا في ذكرى معينه، ايام كنا صغيرين بنسمعها في الاذاعه بتاعت القران الكريم، دايما لازم نشغلها في البيت يوم الجمعه، يعني ليها كده طقوس. طبعا ده حقيقي. يلا بينا نقول مولاي. يلا بينا. يلا. مولاي اني ببابك قد بسطت يدي، من لي الوم
مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائز وجلو ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضا في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك وما أتيك سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع مولاي. الله الله مجهود برضو كبير يا سهى يعني طبعا. وانت بتغني انا عماله ابص لك كده وانت بتنشد لا مجهود ونفس وتظبيط نفس امتى واطلع امتى ايه واوطى بالطبقه واعلى بالطبقه لا انا حاساها اصعب كمان كتير من اصلا الغنى طبعا لان الغنى فيه عوامل تاني بتساعد في اجهزه في الات في فرقه لكن الانشاد بيبين فعلا مهارات المطرب او صوته حلو ده حقيقي ده طبعا لازم المنشد يبقى عارف امتى ياخد النفس بتاعه وامتى يبدا بقرار وامتى يعلى بالجواب زي ما حضرتك قلتي ده طبعا مهم جدا ده بيجي بالخبره بس طبعا الشيخ النكشبندي حاجه يعني ما تتعوضش طبعا احنا بنتعلم منه يتقرر. والشيخ طه الفاشني نفس الكلام طبعا الناس دي كلها بنستفاد منهم لغايه دلوقتي بصراحه يعني طب عايز اسالك هل فن الانشاد مرتبط بمناسبات معينه ولا بيبقى فيه طول السنه حفلات وتمرينات ان احنا يبقى فيه زي اماكن معينه بتقدموا فيها الاناشيد او الانشاد الديني هو طبعا الشعب المصري في الفتره الاخيره طبعا انا يعني اللي شجعنا برضو ان احنا ان انا برضو اطور نفسي في الانشاد الديني انا حسيت ان الشعب المصري بيهتم بالانشاد الفتره الاخيره بدليل ان طبعا بقى في مناسبات كتير جدا زي المولد النبوي الشريف اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي طبعا الاماكن الاثريه اللي متواجده في مصر كلها بيحصل فيها يوميا حفلات دي حقيقه كوبة الغوري بيت السحيمي برضو السحيمي. يعني انا اصلا عندي حفله بكره في بيت في مسرح كوبة الغوري في مهرجان سماع الدولي باذن الله ان شاء الله وهيشارك معانا دول
دولة الجزائر وباكستان. فطبعا ده بيدل ان الانشاد ابتدى يعني بيتطور وبينتشر أكيد. ودي حاجه كويسه جدا. طب انت بتحب يكون معاك فرقه، يكون معاك حد بيكورال وراك او اله معاك، ولا انت بتفضل ان انت تبقى لايف انت صوتك بس انت والمايك؟ هو دلوقتي طبعا يعني احنا كفرقه احنا بنبقى معانا فرقه متكامله، بيبقى في كورال، بيبقى طبعًا. في كل حاجه. هو انا حلم حياتي ان انا اعمل مدرسه انشاد ديني، وحلم حياتي ان انا يبقى ليا فرقه خاصة بيا زي عمالقة الإنشاد دكتور أحمد الكحلاوي، دلوقتي الأستاذ وائل الفاشني، الناس دي كلها. لأن طبعا لما أنت تبقي يعني مستقل يعني شوية، ده مش غرورة ولا أنانية، لا خالص، مش كده. أنت بيبقي جواكي حاجة عايزة تطلعيها، رسالة عايزة بتأديها، صح. تمام، فدي حاجة بتبقى كويسة. فطبعا أنا حاليا بصراحة لسه ما عملتش المشروع بتاعي ده، بس أنا شغال عليه ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله. طب انا بقى اطلب حاجه اسمها اكيد اتفضل. خلاص انا فعلا طلبت كتير النهارده. ايوه انا تحت امرك. انا عايزه اسمع قمر. انا حاضر. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر الله كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر والله قمر قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل 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 والله جميل صلاة الله قدسي سناها من المولى على المختار طه صلاة الله قدسي سناها من المولى على المختار طه ورب العرش أهدنا شزاها ورب العرش أهدنا شزاها ورب العرش أهدنا شزاها فبتنا عمرنا نشتاق طه قمر قمر والله قمر قمر سيدنا النبي قمر الله وجميل وجميل مدلول معايا وجميل سيدنا النبي وجميل صلوا على من جاءنا بالحب يا أكبر ديننا وأزال داشية الظلام وبالوجود زينا قمر 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 والله قمر قمر سيدنا النبي قمر الله الله
وجميل 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 والله جميل وجميل سيدنا النبي وجميل طب انا عايز اسالك يا احمد بقى عن الاصوات النسائيه والاطفال في الانشاد. انا ببسط قوي لما اشوف في اصوات نسائيه بس هما مش كتير يعني انا قليل قوي لما بسمع صوت ست في الانشاد الديني وكمان بحب جدا الاطفال. هل انتوا في الفرقه عندكم سيدات واطفال؟ هو فرقتنا في الاول قبل ما انا انضم ليها يعني كان في نساء متواجده في الفريق بس حاليا هما كلهم رجاله. بس طبعا هو يعني دور المرأة برضو مهم في المجتمع عامة واحنا طبعا مش بنبخل ده تمام بدليل ان في فرقة على فكرة نسائية متواجدة حاليا بس احنا ممكن نجيب اطفال معانا الاطفال برضو صوتهم حلو قوي ما بيبقى حلو بالذات لما بيدخل في الكورال يعني تلاقي مثلا الكورال بيستحب ان بيكون عندك جميع الالوان اللي هي بتمتلك مساحة صوتية كويسة ويبقى في تنوع فلما بعمل ميكس ما بين الاصوات دي كلها بيبقى صوت الكورال طالع كده حاجه حي قوي جدا تمام اللي هو كمان واقعي قوي في كل الاصوات هو الاطفال طبعا يعني هي يعني ما ينفعش يبقى متواجدين معايا او الطفل هو هيتواجد هيقول النشيد لوحده ليه بقى لان طبقه الصوت بتاع الطفل غير طبقه الصوت راجل مثلا كبير بتاع. اكيد ده حقيقي هو هيقول من طبقه معينه وانا هقول من طبقه يعني مثلا قمر اللي انا قلتها دي من طبقه الصول يعني في طبقات دو ري مي فا سو الطفل مش هيقدر يجيب الصول دي عاليه طبقه عاليه ممكن يقولها من الدو فاذا مش هينفع يخش معايا يدخل معايا في نشيد طبعا. تمام فهو بيقول نشيد متكامل بس طبعا التنوع حلو وانا ببسط جدا لما بشوف اطفال لان طبعا بيتزرع جواه الانشاد من وهو صغير فلما هيكبر هيبقى حاجه كويسه كبيره جدا أيوه. وطبعا انا بشكر يعني اغنيه كاميرون اللي اتعملت دي معموله بطريقه جديده غير الطرق اللي اتعملت هو نفس اللحن وكل حاجه بس اللي وزعها بصراحه وعامل الميوزك بتاعتها فنان كبير جدا سامر ثابت يعني ده بصراحه موزع شاطر جدا بنوجه له طبعا تحيه فعلا هي حلوه قوي وهو اللي وزع برده النشيد الجديد اللي انا عامله للمولد النبوي ان شاء الله لا ده مفاجاه بقى لا ده خليه اخر الحلقه ده مش هنحرق قوي دلوقتي ده ايه اكتر الانشادات اللي بتطلب منك في اي حفله طبعا قمر طبعا دي معلمه مع الناس كتير جدا المسكوفاح طبعا في اناشيد كتير جدا يعني انا ببسط على فكره لما الجمهور بيطلب حاجات متنوعه كده ده دليل ان الانشاد يعني مسمع في ودنهم وده حاجه كويسه الانشاد واخد حقه طبعا الانشاد دلوقتي بيتعمل له مسابقات عالميه محليه ودوليه دلوقتي في مسابقه ابداع بتتعمل هنا تحت رعايه وزارة الشباب والرياضة ودي بيشارك فيها الجامعات فدي أنا شايف إن دي حاجة كويسة جدا في مصر وبشكر سيادة الوزير طبعا على المجهود دوت وفي طبعا مشاهدة عالمية اللي هي منشد الشارقة دي بتتعمل في الإمارات بيشارك فيها عدد من الدول ومنهم مصر تمام وطبعا في منشدين كتير كسبوها في مصر يعني وانا طبعاً. انا بتمنى ان انا اشارك فيها وده حلم حياتي بصراحه ان شاء الله يعني. شارك فيها وتكسبها كمان ان شاء الله باذن الله فده بيدل ان الانشاد دلوقتي عليه عيون والناس في مهرجان بتتعمل زي ما قلت لحضرتك مهرجان سماع الدولي ده بيتعمل برده وعلى فكره في مهرجانات برده بتتعمل بره في بغداد وفي جميع الوطن العربي فده حاجه كويسه جدا طبعا طبعا طب انا عايز اسمع حاجه من التراث وكمان كذا حد عشان انت ما شاء الله صوتك حلو قوي فالكرو كله برضو عايز يسمع حاجه كل الناس عندها طلبات كتيره جدا حاضر يا جماعه والله واحد هنغني كل حاجه ان شاء الله فهم عايزين يسمعوا حاجه من التراث وانا جدا متحمسه برضو اسمع حاجه من التراث فتحب ايه تختار ايه في حاجه كتير جدا في نور البدر في لو عايزين حاجه للشيخ محمد عمران في حاجه للشيخ محمد عمران جدا سيدة الكونين اوكي يلا بينا يا سيدة الكونين يا سيدة الكونين جئتك قاصدا
أرجو رضاك، أرجو رضاك، وأحتمي بحماك. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضاك، أرجو رضاك، أرجو رضاك، وأحتمي بحماك. يا سيد الكونين، يا جئتك قاصدا، جئتك قاصدا، أرجو رضاك، أرجو رضاك، أرجو رضاك، أرجو رضاك، وأحتمي 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 بحماك. الله. هو ده بس ارتجال مني يعني. ممكن يكون اللحن مختلف شوية بس أنا بحب ارتجل ودي حاجة تعودت عليها يعني. بس هو نفس المقام الموسيقي ونفس كل حاجة. انت بقى بتحط يعني زي التاتش بتاعك كده. انا ما تعودتش ان انا اقلد طبعا. الشيوخ الكبيره دي حاجه احنا بنتعلم منهم وفي بناخد منهم العرب وكل حاجه، بس انا برضو لما انا اقلد بالظبط في كل حاجه انا كده عايز تحط الروح بتاعتك يعني. لازم الارتجال ده اتعلمناه في الانشاد. وعلى فكره الشيوخ دي كانت بتعلم الناس اللي كانت معاها ازاي يرتجلوا، بالذات الشيخ طه الفاشني يعني. كان كل تلامذته بيقول لهم لا انا مش عايزكم تقلدوني، انا عايزكم يبقى كل واحد ليه المدرسه بتاعته. يعني انتوا بتاخدوا من التراث وبترجعوا تاني تغيروا شويه حاجات كده او تحطوا الروح بتاعتكم علشان ترجعوا تعيدوا تاني الانشاد لنفس الحاجه بس بشكل تاني. بنعمل زي ما حضرتك قلت احياء للتراث الاسلامي عشان الحاجات دي الكلمات دي صعبه تلاقيها دلوقتي. انا ممكن اجيب الكلمات دي والحنها بطريقه تانيه خالص، بمقام تاني خالص، بنغمه تانيه خالص. فكده انا بعمل احياء للكلام ده، لان انا بصراحه يعني في شعراء دلوقتي مع كامل الاحترام ليهم طبعا ما اعتقدش هيعرفوا يجيبوا الكلمات دي يعني حاجه زي الكلمات دي، مش عارفوا يالفوا حاجه زي كده. فطبعا احنا بنعمل عمليه احياء للتراث، فدي حاجه كويسه. وفي حاجات للتراث كتيره جدا لو حابين تسمعوا يعني. طبعا لا حابين نسمع جدا. انا عايز اقول لك ان احنا ممكن معاك للصبح يعني. يعني الانشاد ده حاجه جميله جدا، فانت ممكن تختار لنا انت برضو حاجه. مفيش احلى من كده مناسبه لينا نسمع فيها طبعا الانشاد. يا رب صلي عشان كله يصلي بقى. يلا بينا. عليه الصلاه والسلام. يا رب صلي على نبينا، يا رب صلي على نبينا أحمد محمد باهي الجمال، أحمد محمد باهي الجمال، عاشق وقلبي مغرم صبابة، عاشق وقلبي مغرم صبابة، زور نبينا ويا الصحابه.
نبينا نبينا ويا الصحابة يا رب صلي على نبينا يا رب صلي على نبينا أحمد محمد باهي الجمال أحمد محمد باهي الجمال. الله ممكن نكمل كده عادي وكفاية أسئلة عادي نكمل كده تحت أمركم معاكم للصبح. طيب عايزة أعرف أنت بتطور من نفسك إزاي في الإنشاد الديني؟ هو أنا دلوقتي يعني أنا زمان أول ما ابتديت في الإنشاد الديني كنت مفتقد حاجة مهمة جدا وهي دي اللي أخرتني شوية السوشيال ميديا. ما كنتش عامل البيج ليا بعرض فيها الحاجات اللي أنا بقولها بسبب طبيعة شغلي. يعني أنا كنت شغال دايما طول الوقت في الشغل وكنت مثلا الموضوع كان بالنسبة لي هواية تمام. فأنا ابتديت أعمل بيج لنفسي يعني من سنتين فاتوا والحمد لله محققة أرقام كويسة جدا وابتديت بقى أعمل أعمال شخصية ليا وابتديت أعمل حاجات جديدة بتوزيعات جديدة بموسيقى جديدة بألحان جديدة. حلو قوي أنت بتطور من نفسك مش بس بتقول حاجات معمولة أوريدي قبل كده أنت بتطور فعلا وده حلو قوي ومطلوب أن الواحد يشتغل على نفسه. ده حقيقي وأنا طبعا أنا بعمل حاجة كويسة جدا يعني أنا بقدم رسالة في الإنشاد أكيد فطبيعي أنت طالما حابة الحاجة يعني هتنجحي فيها باذن الله ان شاء الله ودي حاجه كويسه جدا يعني. طب مين مثلك الاعلى يا احمد؟ يعني كل واحد فينا في مهنته وعنده زي مثل اعلى حد بيحب كده يقتضي بيه فانت مين مثلك الاعلى في الانشاد؟ قديم ولا جديد؟ ده وده. هو قديم بصراحه انا بحب الشيخ طه الفاشني جدا يعني هما ثلاثه بحبهم بصراحه الشيخ محمد عمران الشيخ طه الفاشني الشيخ النكشبندي. انا بحب الشيخ طه الفاشني يعني ده رقم واحد وهم كلهم فوق دماغي طبعا اكيد بس بيبقى في حد متاثر بزياده سنه يعني عن الباقي. والشيخ اللي مش واخد حقه في الانشاد هو واخد حقه في الانشاد بالنسبه للشعب المصري عامه او الشعب العربي تمام انما بالنسبه للمنشدين هتلاقي قليل جدا لما حد بيقول للشيخ نصر الدين طبار حاجه سواء في مسابقه سواء في فدي طبعا هي دي حاجه مزعلاني جدا لانه هو دايما بيعتمد على مقام واحد هو مقام الصبا اللي هو المقام اللي بيوصل للقلب اللي هو الحزين دوت هو بيقول مقام واحد بس اللي هو بيأثر فيك فبتخليك اللي هو الصبا بس يكون عشان صعب على معظم الناس فهو ده طبعا مقرب للشعب المصري بس وللاسف في الانشاد عندنا ما تلاقيش حد منشد يقول حاجه ليه فدي حاجه اصلا مضايقاني رغم ان الشيخ نصر من اقوياء المنشدين على مستوى طبعاً. التاريخ طبعا فهو الشيخ بصراحه طه الفاشني هو ده اكثر حاجه يعني انا بحبه جدا بصراحه بالنسبه للوقت الحالي بصراحه مع كامل احترامي لكل المنشدين المتواجدين هو في منشد شاب ده اللي انا بحب صوته بحب روحه بحب كل حاجه في المنشد مصطفى الشافعي ده كان شارك في منشد الشرقه من سنتين تمام فهو ده بصراحه يعني هو اللي لحني الانشوده الجديده اللي انا مش هقول عليها اللي احنا هنسمعها دلوقتي هو دلوقتي في وقتها ان احنا نسمعها الانشوده الجديده نسمعها ونرجع تاني نقول لك بقى قد ايه انت خليتنا نوصل زي ما لينا بتقول كده بنطير. ربنا يخليك. خير الأنام ما ترى
تغنى أو ترنى ما تغنى أو ترنى كل عاشق في غرام كل عاشق في غرام أرسام الله إلينا بالكرامات العظام أرسام الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه أحمد صراحة يعني أمتعتنا في المناسبة الحلوة دي كل سنة وانت طيب وكل أهلك وأصحابك وأحبابك بخير إن شاء الله أحمد فعلا نورتنا وأسعدتنا وصوتك حلو جدا ومميز واللي عجبني جدا ما شاء الله في شغلك إن انت بتطور وإن انت بتحيي تراث وبتعمل مدرسة ليك ودي حاجة لطيفة جدا وأنا بشجعك بصراحة إن انت لازم تعلم جيل فيه أجيال كتير من الشباب نفسها تخش مجال الإنشاد الديني عندها الخامة الحلوة بس عايزه اللي يوجهها في الطريق الصح ده فانا بشجعك جدا ان انت تعمل ده ونورتنا وميرسي لوجودك معانا النهارده في المناسبه الجميله وهو المولد النبوي الشريف وان شاء الله كل سنه تكون ضيفنا ومنورنا يا رب انا ليا الشرف وانا مبسوط جدا ان انا متواجد النهارده يعني انا بعتبره بيتي بصراحه يعني كان حلم حياتي ان انا اكون متواجد في شبكه قنوات اي تي سي في برنامج عيش سعيد انا مبسوط جدا ان انا متواجد معاكم النهارده وان شاء الله ما اكونش اخر مره وبقول للشعب المصري والأمة الإسلامية كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف ويا رب أكون كنت ضيف خفيف عليكم النهاردة يعني وأتمنى تستمتعوا إن شاء الله بالإنشاد بإذن الله شكرا ليك يا أحمد نورتنا إن شاء الله تكونوا واستمتعتوا بحلقتنا النهاردة وكل سنة وحضراتكم طيبين نشوفكم في حلقات تانية من عيش سعيد عيش سعيد لون حياتك بإيدك